السلام عليكم، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامج الاهلي خط احمر. اهلا بك يا فارس. اهلا بك يا اسامه، واهلا بكل الاهلاويه ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. ولما تتكلم عن النادي الاهلي تتكلم عن القمه، تتكلم عن سيد انديه القاره. البعض بعد الخساره العارضه اللي حصلت في مباراه السوبر حاول ان هو يحط النادي الاهلي في جمله من الاعراب مع بعض الاخفاقات اللي حصلت مع الانديه المصريه في البطولات القاريه، ولكن النادي الاهلي وصل رساله مهمه جدا، بداها بمباراه المصري في افتتاح بطوله الدوري برباعيه واداء واتقان وكل شيء عايز تقوله في كره القدم قوله في مباراه الاهلي والمصري امام منافس عنيد وقوي، ثم تبدا رحله الدفاع عن الاميره الافريقيه. وما أحلاها من رحلة وما أحلاها من بداية. بتبدأ مباراة الذهاب بالفوز بثلاثية من ثلاثيات كولر اللي هيعتمد الموسم ده إن شاء الله بدل رباعيات الخيام رباعيات مارسيل كولر عشان تروح لمباراة العودة مع أي فريق مع أي لاعبين مع أي جهاز فني ممكن تاخد المباراة الثانية بدون جدية. مباراة ممكن تاخدها خلاص أنا صعدت تقريبا، تقدر تغير عدد كبير جدا من اللاعبين حتى رتمك يكون هادي في المباراة، ولكن مارسيل كولر دايما وابدا بيوجه لاعبي النادي الاهلي لا تهاون باي مباراه، ودايما وابدا اهم مباراه هي المباراه القادمه، عشان كده مارسيل كولر اشتغل بعد الثلاثيه الاولى من اجل ان انت تلعب بمباراه بمنتهى الجديه، فتخيل النادي الاهلي ينزل امام سان جورج الاثيوبي، طبعا فريق بالتاكيد متواضع امام امكانيات فنيه كبيره جدا للنادي الاهلي واسم كبير جدا للنادي الاهلي، ولكن تنزل لعيبه النادي الاهلي بنفس الجديه بنفس الالتزام تغير 11 لاعب، هو النادي الاهلي اصبح له فلسفته اللي احنا عارفينها دايما هي عدم الاستهتار بالمنافس والتعلم سريعا من الاخطاء والاستفاقه السريعه والرد في الملعب ومصالحه جماهير النادي الاهلي عشان تنتهي مباراه العوده برباعيه عشان يكون الذهاب والاياب يا فارس 7-0. طبعا اسامه يعني زي ما انت قلت بدايه طليق بدخول النادي الاهلي البطوله وشخصيه النادي الاهلي. يا جماعه في اللحظات اللي زي دي انا برجع واقول احنا هنا بعد المباراه بتاعه السوبر كان لنا راي واضح في البرنامج ده وراي قوي ما فيهوش مواربه ان النادي الاهلي هو يمتلك الافضليه داخل القاره وبفوارق واضحه ان هو يقدر بعد خساره السوبر اللي كانت وارده واللي اتكلمنا فيها واللي قلنا ان احنا زعلانين، ولكن قلنا ان النادي الاهلي اوعى اوعى تقيس الموسم بتاعه على مباراه السوبر، يبقى انت عندك مشكله، عندك سكواد قوي، عندك مدير فني لازم التجربه تعلمك، انت لما تيجي تراهن على حد قدامك وتختبره اختبره بالتجربه، يعني ايه؟ يعني الراجل اللي اتحط يا جماعه في موقف سان داونز والخساره الكبيره ثم العودة بهذا الشكل الاستثنائي وحصد اللقب وتسطير ملحمة تاريخية، اوعى بعد ما يخسر مباراة تبدأ تشك فيه وتروح لدايرة بعيدة جدا. قلنا وقتها ازعل، وكان هنا لنا توجه عدم التسفيه من الخسارة. ويا جماعة احنا دايما يعني بنروح هنا الحتة لا الافراط ولا التفريط، ما تروحش لفكرة الإفراط في إن أنت البطولة دي والنادي الأهلي وهيدخل وموسم صعب وإحنا وهنخسر والفرقة وشكلها، ولا التفريط إن إيه يعني النادي الأهلي خسر السوبر. قلنا لأ، أنت في حتة كويسة جدا، حصل عندك مباراة كانت سيئة، قادر تقدم إيه؟ اختبرنا كولر في مشاهد زي دي في إيه؟ هل تثق في كولر ولا لأ؟ وقلتلكوا اختلف مع كولر في إدارته 90 دقيقة، ده طبيعي جدا، ومفيش مدرب واتقالت جوارديولا زيدان انشيلوتي اريجو ساكي قبل كده، مفيش مدرب يا جماعه ما عندوش ماتشات مش وحشه سيئه جدا، ولكن انت تثق في المدرب ولا لا؟ السؤال واضح. يعني يورجن كلوب الراجل اللي بيدرب ليفربول وعد بالدوري بعد غياب سنوات وخد دوري ابطال اوروبا السنه اللي فاتت عمل موسم كارثي، هل تثق كمشجع لليفربول بان يورجن كلوب ده راجل لديه من العقليه والافكار الفنيه اللي انت تثق ان هو مدرب كبير، ولا يلا بقى الراجل ده طلع ملوش فيها فبالتالي انت كان عندك يا اسامه بعد المباراه الاولى بعد مباراه السوبر ثقه ان احنا نقدر نرجع ونقدر نبدا موسم قوي، وفعلا عبرنا عن ده بشكل مثالي، ومش مثالي على مستوى النتيجه لان المنافس مش اقوى حاجه،
ولكن اعتقد اسامه الكره اللي بيقدمها الاهلي مع كولر بعيده قوي عن اي فريق تاني في افريقيا. ولو استبعدنا فارس سان جورج وفكره سان جورج الاثيوبي ان هو فريق للامانه فنيا متواضع، ما اقدرش استبعد فريق المصري ان هو فنيا متواضع مع مديره الفني. فهنا لازم نقول فكره ازاي انت بتنتفض، ما هو انت ممكن تاخد الخساره دي وما لاقيش رد فعل يشعرني كمتابع وكمشجع وكمنتمي للنادي الاهلي ان انت ما فرقش معاك زعلي. لا، النادي الاهلي بجهازه الفني بلاعبيه فرق معاهم قوي زعل جماهير النادي الاهلي. ليه؟ لانهم هم نفسهم زعلوا. ليه؟ لان البطوله كانت في متناولهم. عشان كده انا بشوف ان ده رده الفعل الطبيعيه لفريق كبير ان هو قادر يقدم نفسه بصوره مختلفه في بدايه الدوري. وقلنا اطمنه، ليه اطمنه؟ لان الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي وفر سكواد قوي. انت بتتكلم حاليا عن اقوى سكواد داخل قاره افريقيا هو النادي الاهلي. اكيد اي سكواد فيه بعض النواقص، ده طبيعي جدا وظاهر جدا، لكن شوف انت كمان بتتعامل مع النواقص ازاي. في مباراه زي مباراه سان جورج دي اديت فرصه لكريم الدبيس اللي بالتاكيد اي لاعب باك ليفت في افريقيا هو بعيد قوي عن مستوى علي معلول اللي هو افضل لاعب باك ليفت داخل القاره بلا جدال وبلا منافسه، ولكن كريم الدبيس بينزل بيصنع اول اهدافه الافريقيه عشان يطمنك ان احنا نقدر نديله بعض الوقت في بعض المباريات فتقدر تتغلب على بعض السلبيات اللي موجوده في السكواد اللي بطبيعه الحال لازم تبقى فاهم ان في لعيبه مستواها الفني هيحرج اي بديل ليه، بعيد عن اي بديل ليه. عشان كده بقول لك علي معلول هو بعيد عن فعلا اي بديل ليه في المركز ده، ولكن بدايه موفقه لكريم الدبيس وبالتاكيد شجاعه من مارسيل كولر اللي كان عنده وجهه نظر واضحه وراي صريح في فكره التعامل مع هذا الموسم وفلسفه مارسيل كولر في التعامل مع هذا الموسم. نطلع نشوف مارسيل كولر قال ايه بعد مباراة سان جورج عشان عندنا تعقيب مهم جدا. استنى يكون معانا عقب نهاية اللقاء مدير فني فريق النادي الاهلي مستر مارسيل كولر والدكتور خالد الجوادي قام بأعمال الترجمة. في البداية بنهنيه التأهل لدور المجموعات، خطوة مهمة جدا نحو الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية وبطولة غالية على جمهور النادي الاهلي للوصول للقب 12. يقول النهاردة على المباراة والمكاسب العديدة غير التأهل كمان. لسه ال 12 احنا لحقنا احنا كنا في 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 ال 12 احنا لحقنا احنا عندنا قائمة كبيرة من اللعيبة. Das ist wichtig, weil wir natürlich viele Spiele haben. مهم جدا لان احنا عندنا ماتشات كتير جدا. Wir haben das auch im letzten Jahr gesehen, dass الموسم اللي فات. Am Schluss war mir mental und körperlich war mir müde, aber wir haben sehr viel erreicht. Und das wird jetzt auch in diesem Jahr hoffentlich wieder so sein, dass wir wechseln müssen, dass Spieler Pause bekommen, dass andere kommen und dass wir eigentlich Vertrauen in alle haben und das haben die heute jetzt auch gezeigt, die reingekommen sind oder gespielt haben, haben ein sehr gutes Spiel gemacht und von daher sind wir froh, dass das Ergebnis dann auch so hoch und so klar ausgefallen ist. احنا السنه اللي فاتت شفنا ان احنا في اخر الموسم كان عندنا ماتشات كتير جدا، بقى في اخر الموسم كان في حاله ارهاق سواء بدني شويه لكن الاكثر كان ارهاق ذهني في اخر الموسم، فالارهاق ده بيحتاج منك لازم التدوير. فانا بهتم جدا بعمليه مشاركه جميع اللاعبين، ما عنديش لعيب اساسي ولاعيب احتياطي. احنا شفنا النهارده ان انا بشارك اغلب اللعيبه بتتشارك، ما فيش حد بيبقى قاعد لان احنا داخلين كمان على ضغط ماتشات كبير جدا، لازم ان انا من حين لاخر في اصابات في لعيبه بتتعب، لازم ادي كل اللعيبه، لازم يبقى عندي كمان الثقه في كل اللعيبه ودي فعلا عندي وهم قد الثقه دي. النهارده ادوا بشكل ممتاز جدا كل اللي شارك النهارده وعملوا كمان نتيجه كبيره فده اسعدني كتير. لكن احنا فكره التدوير فكره مهمه جدا عشان نقدر نكمل موسم صعب وطويل زي الموسم بتاعنا ده. التعامل مع الضغط دوت، واحنا كنا متعودين دايما مع مستر كولر من ساعه ما جه انه كان دايما بعد ثاني يوم الماتش في ريكفري، ودلوقتي من اول الموسم بقى في ريكفري المجموعه الاساسيه والمجموعه اللي ما بتشاركش تعمل مباراه وديه مطعمه طبعا بعناصر من قطاع الناشئين. يعني حرصوا على دوت بدايه من الموسم دوت خاصه مع الضغط. Das nach dem Spiel, am ersten Tag nach dem Spiel, haben sie immer Recovery gemacht. Jetzt Regeneration. Jetzt hören wir, dass die eine Gruppe macht Recovery, die gespielt haben. Die andere Gruppe macht ein internes Spiel dann auch mit dem Nachwuchs. Ist es neue Planung oder? Ja, nein, das ist natürlich am Anfang einer Saison, wo man, wir haben ja nicht jetzt optimale Vorbereitung gehabt. Die war eigentlich zu kurz. Normalerweise braucht man längere Zeit.
Und jetzt müssen wir aber schauen, weil die Spiele, wo es um etwas geht, haben schon angefangen. Und ein Spiel haben wir ja schon verloren im Supercup. Und das ist wichtig, dass wir eben rein das Training nur, hat nicht diese Intensität wie die Spiele. Und dass wir natürlich so schnell wie möglich in einen guten Rhythmus kommen mit allen, dass nicht nur die, die jetzt da spielen, einen hohen Rhythmus haben, sondern die, die dann auf der Bank sind und vielleicht nur 20 Minuten reinkommen, dass sie auch einen hohen Rhythmus haben und dass wir dann eben auch so rotieren können und aus dem Vollen schöpfen können. الموسم ده ظروفه مختلفة شوية لأن فترة الإعداد الموسم ده كانت قصيرة ما كانتش أحسن حاجة لأنها كانت وقت قصير جدا بسبب ضغط الماتشات وبداية البطولات فده أدى إن إحنا ما كناش اللعيبة لسه ما كانتش جاهزة ده شفناه في أول ماتش لينا اتغلبناه اللي هو ماتش السوبر فده بسبب إن إحنا كانت فترة الإعداد كانت عايزة تبقى أطول من كده عشان اعوض ده ببدا ان انا اعمل ماتشات التراي جيم دي بعملها عشان خاطر اعلي الريتم بتاع كل اللعيبه سواء اللي بيشارك او اللي كمان ما بيشاركش عشان بسرعه اقدر ان انا ادخل اللعيبه في رتم الماتشات وشده الماتشات لان الماتشات شدتها مهما كان اعلى كتير جدا من شده التمرين فده مهم جدا ان انا بستخدم الماتشات دي دلوقتي عشان ارجع رتم الفرقه واللياقه بتاعت الفرقه ادخلهم باسرع وقت في الريتم بتاعنا سواء اللعيبه اللي بتشارك او اللعيبه اللي بتلعب تلت ساعه بس او اللي بره خالص لان انا عايز القايمه كلها جاهزه طول الوقت وباسرع وقت. الكلام اللي قاله مارسيل كولر ده بيترجم لنا في كلمه واحده فقط لا غير التخطيط. مارسيل كولر واضح جدا بعقده مقارنه مع الموسم الماضي ان هو عارف ازاي يواجه الموسم ده. مبدئيا هو طبعا هزر على فكره البطوله ال 12 قال احنا لسه بادئين الموسم فهنتكلم دلوقتي على طول كده في البطوله 12 لكن لما راح لفكره التدوير والروتيشن قال كلام مهم جدا بيصل رساله لكل اللاعبين انا ما عنديش لاعب اساسي ولاعب احتياطي انا اللعيبه اللي عندي قادره انها تعبر عن نفسها وبشكرهم النهارده لانهم ادوا اداء متميز ونتيجه ممتازه ده شيء ايجابي جدا وده رساله لكل لاعب في النادي الاهلي مفيش فرق بينك وبين اي لاعب بيبدا المباراه انت في النادي الاهلي انت مع مارسيل كولر انت لاعب اساسي فكرتك فقط لا غير انك لما تنزل تقدم اللي عليك وتثبت كفاءتك بارتداء تيشرت النادي الاهلي فده شيء ايجابي جدا ان هو اتكلم عن القايمه اللي عنده والثقه اللي بينه وبين اللاعبين النقطه الثانيه اللي بتقول لك يعني ايه تخطيط هو لما اتسال عن فكره التدريب وبدا يغير من فلسفته وبدا يلعب مباريات وديه ما بين اللعيبه اللي بتشارك عدد اقل من الدقائق في المباراه تاني يوم المباراة واللعيبة اللي ما شاركتش في مواجهة مع فريق مطعم من قطاع الناشئين. ليه راح للسكة دي؟ راح للسكة دي لأسباب متعلقة، أولاً بفترة الإعداد اللي اتكلم عنها ما كانتش كافية لطول موسم الماضي، ده رقم واحد، رقم اتنين إن نهاية الموسم الماضي اللي كان بيسعى فيه مارسيل كولر لتحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في الدوري العام، حس إن اللعيبة بدنياً وذهنياً معدلاتهم انخفضت. فبالتالي أنا محتاج أغير في فلسفتي. بدأت منين تغيير الفلسفة دي؟ من فكرة كارلوس برينجر الراجل اللي بيشتغل على اللعيبة اللي ما بتلعبش بشكل أساسي لتطوير مستواهم عشان يبدأ الريتم يعلى بكل اللاعبين وده شيء بيقولك حاجة مهمة جدا إن الراجل ده بيخطط كويس بيشتغل كويس النتائج والتوفيق دي حاجة من عند ربنا لكن مهم جدا كمدير فني إن أنت تبقى متمكن من أدواتك وقادر إن أنت تستغل أو تستفيد من السلبيات اللي حصلت الموسم الماضي انا شايف ان مارسيل كولر قادر يشتغل على ده فارس الموسم الجديد قادر ياخد مقارنه او يعقد مقارنه مع الموسم الماضي ويشوف بعض السلبيات اللي قابلته وازاي بيعالجها في الموسم الجديد لا هو مارسيل كولر عنده الفلسفه بتاعته الواضحه ما قالكش يعني ايه المشكله مثلا فتره الاعداد صغيره مع مانشستر سيتي مثلا فتره اعداده كانت صغيره لا هو مش هتلاقي التصريحات الراجل اشتغل فعلا بشكل علمي حاول يعوض فتره الاعداد اللي ما لعبش فيها عدد المباريات المناسبه دخل يا جماعه تدريجيا عايز اقول لكم حاجه ماتش السوبر ده لو كان اتلعب في اي وقت تاني بعد بس ما انت لعبت جولتين مثلا من الدوري انسى يعني كنت هتشوف حاجه مختلفه تماما لا وحتى في تفاصيل الماتش يا فارس لو انت وفقت في ركله الجزاء اللي في الدقيقه 16 طبعا انت خلاص كان الجيم انتهى هو انا بعيدا عن التفاصيل التحكيميه المباراه انا ما كنتش راضي عن النادي الاهلي على المستوى البدني كمان خصوصا في المباراه دي وده رايي السبب فيه ان انت دخلت وانت يعني التراي ماتش ما كانش فيه مباريات بالقوه ان انت تيجي تصطدم بفريق يعني راس ماله البدني واسامه كان عالي بالشكل ده فالالتحامات السوء لكن حتى مع كل ده في اسوء ظروفك في اسوء ظروفك كنت تقدر تحسم البطولة طبعا ولكن كولر كمان كولر يا جماعه عنده اختبار صعب ويمكن اسامه بيقول هو راضي عن
فكرة تخطيط كولر، وأكيد ده إحنا كلنا لمسين، ولكن للأمانة اختبار صعب جدا السنة دي. أنا بشوف إن عدد التلاحم ما بين البطولات، هو مش أنا بشوف، هو ده واقع، لم يحدث في تاريخ النادي الأهلي إن أنت كان عندك عدد البطولات ده في موسم واحد. يعني أكيد الموسم اللي فيه دوري وكاس أساسي وأفريقيا ما كانش عندك فيه السوبر ليج الإفريقي بطولة مستحدثة. أكيد لو عندك حتى بطولة تانية مثلا وقتها بطولة عربية ما كانش عندك كاس عام الأندية. فأنت كم مع بقى استحداث الرابطة مع الحاجات دي كلها. فأنا بشوف إن الموسم ده هو أصعب موسم في تاريخ النادي الأهلي من حيث عدد البطولات اللي هيخوضها. فبالتالي محتاجين نشوف هيتعامل كولر إزاي. عنده بداية، عنده استراتيجية، ولكن أنا بقول الموقف صعب، وهيبان مع الوقت ومع تلاحم المباريات ومع بداية اللعيبة اللي يبان عليها حتى مهما عملت روتيشن، لأن كولر بدأ يعني يغار حتى بعد المفاهيم. يعني أنت قبل كده كنت أكيد بتستغرب زي إن معلول ما بيريحش، يعني أغلب الوقت في مباريات تقول أنا محتاج أشوف معلول بقى على الدكة في المباراة دي، فتلاقي كولر بيكلمك إن معلول عامل زي الترس الأساسي في الماكينة اللي هو ما بيجيش جنبه. ولكن أهو بوادر مختلفة، فطبعا القايمة والسكواد التنوع اللي فيه السنة دي يساعده، فهو عنده معادلة عامل زي الجراح اللي في أوضة العمليات ومعاه مشرط. فبجد الموسم ده يا جماعة الذكاء فيه خارج الخطوط لا يقل عن الذكاء داخل الخطوط أبدا. يعني الأمور الفنية لا تقل خطورتها عن الأمور اللي هي بره الملعب وإيجاد تدوير السكواد وإيجاد وضع الاستراتيجية. كمان كولر كان عنده يعني قيس بقى ده على الكلام اللي كان بيقوله قبل كده، قصة مواعيد البطولات ومواعيد المباريات. فتعالى شوف كولر قال فيه ايه ونرجع نعقل. 4 اكتوبر انبي في بطوله الكاس، 8 اكتوبر الاسماعيلي في بطوله الدوري العام، في بعد كده توقف دولي بعض اللاعبين هيروحوا المنتخب الوطني، يوم 20 سيمبا في تنزانيا في بطوله الدوري الافريقي. يعني كان الله في العون، كل ده بيفكر فيه ازاي وبحضر له ازاي. Sie haben dann am 4. Oktober dann ein Halbfinalspiel dann gegen Impi, dann am 8. Oktober ein Spiel in der Meisterschaft, dann gehen die Spieler, dann die nationalen Spieler zur Nationalmannschaft und dann direkt am 20. In Tansania spielen wir in den Super League. Möge Gott mit euch sein, das ist so intensiv. Wie planen Sie diese Phase? Ja, klar, das sind jetzt eben das nächste Spiel am 4. Impi ist Pokal noch. Wir wollen natürlich auch ins Finale, also das heißt, also wir machen nichts anderes, wir konzentrieren uns aufs Training, auf die Vorbereitung für dieses Spiel und dann schauen wir das nächste Spiel. Und dann ist Nationalmannschaftspause, dann gibt es für die nicht bei der Nationalmannschaft sind, gibt es ein paar Tage Ruhepause. Das Problem ist, dass der Termin natürlich, ja, ich sag jetzt mal, gelinde gesagt, nicht gut gelegt ist, dass man eigentlich nicht berücksichtigt hat, dass wir auch Nationalspieler haben, die auf der einen Seite Tunesien, Südafrika, Mali, die überall spielen und die Zeit dann zu kurz ist. Ja. Wir wissen noch nicht, ob die dann auch mit dabei sein können, ob sie dann fit genug sind, weil du ja auch in Afrika lange Flugreisen hast. Ja. Und das ist in dem Sinne eigentlich nicht gut geplant, aber ja, wir müssen es leider so annehmen. واحنا اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي ان احنا عندنا ماتش يوم 4 اكتوبر اللي هو قبل نهائي الكاس، واحنا عندنا طموح ان احنا لازم نوصل الكاس، فتركيزي كله حاليا على ماتش قبل نهائي الكاس اللي هو الماتش الجاي، فالتمرين والفتره الجايه الاستعداد كله والتركيز كله على ماتش قبل نهائي الكاس مع انبي عشان خاطر نقدر نعبر ونوصل للنهائي. بعد كده طبعا عندنا ماتش دوري واللعيبه الدوليه هتروح المنتخبات، اللعيبه اللي مش هتروح المنتخب حد لها راحه كام يوم، اللعيبه طبعا الدوليه هتبدا انها تشارك في مع المنتخبات بلادها، للاسف طبعا ده ضغط كبير جدا. انا يعني هستخدم قدر الامكان الفاظي هنتقيها في الحته دي، ان تم وضع ماتشات دوري السوبر في مواعيد غير ملائمه على الاطلاق، لم يتم مراعاه ان النادي الاهلي عنده لعيبه كتير جدا دوليه مش بس في منتخب مصر، لكن عندنا في مالي وعندنا في جنوب افريقيا وعندنا في تونس، هيلعبوا في كل حته في الكوكب، وعدد ساعات السفر طويله جدا جدا. افريقيا مش زي اوروبا، بيبقى هنا في افريقيا ساعات السفر اطول بكتير، فاللي حط المواعيد دي ما عملش اي مراعاه للظروف دي كلها.
لكن احنا مش عارفين حتى اللعيبه دي هتقدر تلحق الماتش ولا لا، هتقدر انها تبقى جاهزه بدنيا ولا لا الماتش بتاع سيمبا، لكن هنحاول نتعامل مع المعطيات اللي قدامنا ونحاول نطلع منها احسن حاجه. بنشكره وبنتمنى له دوام التوفيق، وكمان بنشيد بالعلاقه الخاصه اللي بقت بينه وبين جمهور النادي الاهلي اللي قايمه على الثقه والحب والاحترام. بيقولوا من اوتي بتسيونس فيشن ان اون ديفنس فون الاهلي دي فولس في تخون فول ليبس اكتوال. شكرا. ده كلام قريب جدا من اللي كنت بقوله لكم من شويه، ان كولر عنده استراتيجيه خلاص ده متفقين عليه، وكولر عارف كويس قوي ايه اللي جاي ومحتاج يعمل ايه ومحتاج يريح مين. بس يا جماعه ما هو ده اللي انا بقوله لكم، رغم كل ده في ظروف لازم تفكر ان هي اكبر من قدره المدرب. ايوه اكبر من قدره المدرب، بيتكلم عن تداخل المباريات، عن وضع السوبر ليج في توقيت زي ده ومبارياته اللي هتتعارض مع مباريات كتيره جدا خصوصا سيمبا مع ارهاق لاعبيك الدوليين، اللي اتكلم كمان في فكره بنقولها بقالنا سنين. يا جماعه الناس بتيجي تقول لك اصل في اوروبا وشوفوا الجدول، يا حبيبي انت عندك جنوب افريقيا، شوف عدد الساعات السفر اللي انت المباريات اللي بتروح تلعبها بتبقى عامله ازاي، شوف عدد ساعات السفر اللي في دول كتير جدا انت بتتعرض ليها، شوف اصلا هي الملاعب اللي بتلعب عليها في افريقيا زي الملاعب اللي بتلعب عليها في اوروبا. اللي انا بقوله لك ده كلام علمي، حجم الضغط وحجم العضله وتاثرها وحجم الراحه والقدره على الريكفري. هتقارن الملعب بتاع سيمبا باللعب في دوري ابطال اوروبا؟ يا جماعه احنا لو بنقول كده ما هو اسوأ حاجه في الدنيا زي اللي كنا بنتكلم فيه السنه اللي فاتت. هات يا ابني الجدول اعلامي ما عدد المباريات اللي لعبها الفريق الفلاني كذا في الدوري وعدد المباريات اللي لعبها في الاهلي في ما هو ده انا اسف بقول ان هو سطحيه شديده جدا، سطحيه شديده جدا. القصه مش كده، القصه هو توفر له وقت وما لعبش؟ لا، هو لعب في الاوقات المتاحه. طب انا توفر لي وقت وما لعبتش؟ لا، انا كنت بلعب في بطولات تانية. ده اللي برجع واقوله يا جماعه، ما ينفعش نغفل المعطيات واحنا بنقيم. فانا بقول وانا هنا يا جماعه بقولها في قناه النادي الاهلي، لازم احنا كلنا نكون اذكياء في التعامل مع كولر. بمعنى ايه؟ كل الضغوط اللي هيمر بيها كولر في حجم البطولات المختلفه لازم نقدر ده. انا بشوف ان انت خلاص اتحطيت في وضع انك هتلعب كل البطولات دي، اولويات ايه؟ انا في رايي اولوياتك طبعا كاس العالم للانديه ان شاء الله، هو صعب جدا ولكن تحاول تعمل فيه مركز، دوري ابطال افريقيا والدوري. هتقول لي السوبر ليج، انا وجهه نظري السوبر ليج هي بطوله انت بتخوضها، تجربه، هي تجربه على جميع الفرق المشاركه فيها. انا عندي السوبر ليج ما ياثرش عليا في حاجات تانية كمان. هل هو مش اولويه وبطوله وجوائز ماديه كل الكلام ده؟ اسامه اكيد، ولكن لازم وانت شغال ما تحاولش تضغط على النادي الاهلي ان انا كمشجع وانا كاعلامي وانا كاي حد عايز النادي الاهلي يؤدي بنفس الكفاءه في كل البطولات. وانا بقول لك يا اسامه ده مش هيحصل. لا، وكمان في نقطه يا فارس، يعني انا كمان عندي غير التنقل داخل قاره افريقيا، انا عندي لعيبه دوليه بتلعب، يعني مثلا تونس هتلعب في اليابان، عندي علي معلول هيلعب يوم 17 في اليابان عشان يجي والساعه البيولوجيه، يلعب في تنزانيا ازاي؟ ونتمنى الوعود اللي منحتها الشركه المنظمه للنادي الاهلي انها تنفذ على ارض الواقع، لان الحقيقه انا بشوف ان ده قصه الطياره الخاصه يعني؟ لا مش طياره خاصه، على الاقل توفر طيران مباشر، لكن تحط حتى يعني حد ادنى من فكره تكافؤ الفرص. انا كنادي اهلي وسمعنا بعض المواقع الجنوب افريقيه بتتحدث عن فكر سان داونز في انه يعتذر عن هذه البطوله، حتى وان كان لا يوجد حتى هذه اللحظه اي تحرك رسمي من قبل اداره سان داونز، ولكن الفكره كلها ان انا ما ينفعش احط اعباء نفسيه من خلال هذه البطوله على مشواري في البطولات اللي من وجهه نظري هي الاهم، هي المستمره، لان هذه البطوله خاضعه للتجربه. انا اتمنى طبعا النادي الاهلي يحقق البطوله، المكاسب الماليه اللي اعلن عنها النهارده الاتحاد الافريقي 4 مليون دولار للفائز بالبطوله، 3 مليون دولار للوصيف، مليون و700 الف دولار للخروج من نصف النهائي، والمشاركه في البطوله من الدور الاول مليون دولار. بالتاكيد دي مبالغ ماليه انت في اشد الاحتياج ليها في 3 أسابيع، ولكن في النهاية مش عاوز ده يؤثر على النادي الأهلي على مستوى إرهاق اللاعبين، وعلى المستوى الأهم هو فكرة إن أنا ال3 أسابيع دول هيترحل لي كام مباراة في الدوري العام، وتلعب كأس العالم للأندية فيترحل لي كام مباراة، وتطلع من كأس العالم للأندية تلعب السوبر المصري ويترحل لي كام مباراة، وآجي حتى نصف إبريل ألاقي نفسي محتاج ألعب دور كامل وزيادة 6-7 مباريات مؤجلة. فده لود اكيد على النادي الاهلي، لود على الجهاز الفني، لود كبير جدا على اللاعبين، مش هتلاقي وقت تحط فيه
مباريات للنادي الاهلي، فناهيك بقى عن فكره ان بعض الفرق ممكن تكون مريحه بشكل كبير جدا، حتى بعض الفرق اللي بتشارك في افريقيا. يعني انا مع كامل يعني احترامي لبطوله الكونفدراليه بعد النظام الجديد اللي اتعمل من الكاف، انا بشوف ان هي فرصه للانديه المصريه انها تكسبها باقل اقل مجهود. احنا بنشوف فرق حقيقي حقيقي، دوري المدارس المصري ممكن تقدم نسخه عن كره القدم افضل من الفرق اللي احنا ممكن نشوفها في البطوله الكونفدراليه. فبالتالي انت اللي مضغوط في بطولات كبيره امام منافسين كبار، وبالتالي انت اللي هيكون في ضريبه بالتاكيد تدفعها، وعشان كده لازم تركز في بعض البطولات اللي انت هتشتغل عليها واللي ليها الاولويه عند جماهير النادي الاهلي. يمكن اتكلم كولر في اللي جاي، اللي جاي بالتاكيد عندك مباراه مع انبي في كاس مصر الدور نصف النهائي، كاس مصر الموسم الماضي، من اجل الوصول ان شاء الله للمباراه النهائيه، ثم عندك مباراه مع الاسماعيلي، ثم التوقف الدولي. يمكن نادي انبي امام الداخليه تعرض لخساره بالظبط، وتعادل مع طلائع الجيش بدون اهداف فارس، ونادي طبعا الاسماعيلي الاسماعيلي عنده زد، كانت خساره امام نادي صاعد لسه في الجوله الاولى، فاز على الاتحاد، ثم فاز على الاتحاد في مباراه جماهيريه 3-1. انبي يعني بادئ الموسم خصوصا الداخليه وطلائع الجيش مش من الفرق اللي عندها سكواد قوي، ويمكن بشوف ان انبي بادئ الموسم بشكل يعني الفريق فيه سلبيات كتيره جدا، ولكن بالنسبه لي الاسماعيلي رغم النتيجه اللي حصلت مع زاد، ولكن مباراه الاتحاد مع كابتن ايهاب جلال ثقه نفسيه كبيره، لا وكمان الفريق في الملعب، الفريق في الملعب كويس يا اسامه، وايهاب جلال عنده افكار، بيعرف يطلع من لعيبه ممكن ما تكونش سوبر، بيعرف يطلع منهم حاجات، بيعرف يشحن دوافعهم، بيعرف يحسسهم ان هم هيلعبوا كوره جميله. فانا اعتقد مباراه انبي ان شاء الله، اكيد كل المباريات لها احترامها، لكن مباراه الاسماعيلي مش هتكون بالسهله رغم ظروف الاسماعيلي الموسم اللي فات، ولكن نتمنى ان النادي الاهلي يحقق نتائج ايجابيه في المباراتين. طبعا مباراه انبي في الكاس ونصف نهائي الكاس اعتقد مباراه مهم جدا ان انت تتعامل معاها بتركيز، لان احنا شفنا انت في المباريات اللي بتقدر تعوض فيها ويكون في مباريات تانية او ذهاب وعوده، او انت بتتكلم في مباريات بوينت سيستم لها نقط، بيكون الوضع اسهل، انما الكاس لا تامن فيه احد يا اسامه، والمفاجات وارده فيه طول الوقت. عشان يعني كده كولر مركز جدا في مباراه انبي، ويمكن كمان عن مباراه الاسماعيلي كابتن ايهاب جلال بيعيش تحدي خاص. يعني خلينا اكلمكم بلغه الكوره كده، لما يكون في مدرب يعني استشعر في وقت من الوقت ان هو كارت اتحرق، لا ان هو مع منتخب مصر يعني انا كارت اتحرق، لان انا اسبوعين، وطبعا هو يعني ملوش يعني ذنب في القصه دي، هو كان تخطيط من الاتحاد المصري لكره القدم، فعاوز ان هو يعني يسترد سمعته التدريبيه مره اخرى، وبالتالي مفيش افضل من فكره انك تقدم مباراه امام مارسيل كولر امام النادي الاهلي، وبالتالي هي مباراه صعبه جدا، لكن مش هنسبق الاحداث، عندها مباراه انبي الاول كل التركيز عليها، بعد كده نفكر في مباراه الاسماعيلي، ثم التوقف الدولي اللي بنتمنى طبعا يكون توقف مثمر للمنتخب المصري لكره القدم. ولسه مكملين مع حضراتكم وباقي فقرات الاهلي خط احمر، والفقره ثابته اللي احنا دايما بنتعامل معاكم فيها من بدري قوي، وهي فقره فارو. القصة باختصار شديد ان احنا لما خدنا الفقرة دي في بداية البرنامج كان عندنا ثقة ان دايما وابدا هيتم ترديد اندية عن طريق المظلومية والعدالة التحكيمية وما شابه، فروحنا لاراء خبراء التحكيم، والموسم ده رايحين لكل المباريات، لا منافس ولا غير منافس، لكن كمان لما منافس يستدعيك ايضا في خطاب ليه، لا لازم هنا يكون لينا وقفة، ووقفة مهمة جدا، ودايما وابدا هنقول لك شوف العين التانية اللي انت مش عايز تشغلها، دايما وابدا هنقول لك بلاش تبص نظره متعصب، بلاش تبص على خطا واحد وتضخمه كعاده الامور عشان تبدا تعيش عليه وتحطه شماعه دايما مصدرها ان خسارتك للبطولات خساره نتيجه ظلم بتتعرض ليه. هتشوفوا في الفقره دي النهارده اكبر دليل على فكره ان الاعلام بيشتغل لصالح نادي الزمالك بشكل واضح جدا جدا، والغلطه في مباراه الزمالك بيتم تضخيمها بشكل مبالغ فيه جدا جدا، والقط جمل عند نادي الزمالك في الاخطاء التحكيميه. موضوع منتهي ومحسوم، وده اللي هنشوفه النهارده، وللاسف بدانا نسمع حاجات كتير جدا، يعني مصطلحات ربما تكون حتى اشارات خارجه عن حدود الادب واللباقه في التعليق على بعض المباريات،
زي ما يطلع يعني حد ويقول اللي يقول لك اللاعب الفلاني ده انتهى قول له مش عارف ايه. لا يا جماعه، لازم يكون في مراجعه، وانا اعني ما اقول ولكن ده امر جانبي. خلونا في فقره فار روم ونطلع نشوف القصه اللي اتعملت على مباراه الزمالك والمقاولين عشان نوضح لكم قد ايه اوضه نادي الزمالك بيبقى جمل في الاخطاء التحكيميه. نشوف تعقيب الكابتن علا. يعني اثاره وتشويق وجدل كبير، جدل تحكيمي كبير جدا جدا جدا. الدنيا مقلوبه، كله بيتكلم على الحالات التحكيميه. كابتن ياسر، النهارده يمكن التحكيم اثار جدل كبير بالنسبه للعبه لمسه اليد اللي هي على حدود المنطقه. دي اهم نقطه نتكلم فيها. الاول بس هتكلم في نقطه ان الصوت كان ظاهر او الحوار كان ظاهر ما بين حكم الساحه وحكم الفار. طبعا احنا كلنا عارفين ان الخطوط جزء من المناطق طبعا، تمام، وطالما ان الكوره ملامسه جزء من الخط وحصل تلامس ما بين الايد والكوره، فبالتالي الكوره اكنها عند خط منطقه المرمى، خلاص هي بقت جوه المنطقه، وبالتالي كان القرار اللي هو المفترض ان هو ياخده تمام ركله جزاء. يعني النهارده امين احسن من كده بكتير بكتير بكتير، تمام. محمد عادل برضو الشيء بالشيء يذكر، في لعبه في اخر الشوط الاول اعتقد كان الباك ليفت بتاع الزمالك اسمه سكر. كانت لازم تمام في لعبه هو خدها، ممكن ياخد فيها طرد. لا مش ممكن، ده هو وجوب ياخد فيها طرد، صح؟ عشان صح الكوره مش موجوده. هو رايح مستخدم السلاح، رايح في مكان مؤثر، رايح بقوه زايده، فكل المعايير موجوده للكارت الاحمر. فهي مش يمكن ولا يجوز، هو كان لازم. احنا النهارده بنتكلم على كم من الاخطاء المركبه كانت يعني ممكن تغير نتيجه المباراه تماما للجانبين. وانا هقول حاجه، وانا عارف ان هي هتتاخد عليا، تمام، وارد ان الكلام ده يحصل لاي حد فينا حتى في حياته العاديه، ان هو ما يكونش عنده يوم هو مش موفق. ايوه دي اوف بتحصل يعني كلنا، تمام. يعني هو كان ممكن، على فكره كل احنا بنتكلم فيه ده الامور تعدي الى حد ما، تمام، لو النتيجه غير كده. تمام، ولكن خلاص الدنيا كلها هتقف دلوقتي لان النتيجه اتغيرت. في نقط هقف عندها واهمها واولها، ان النتيجه لو غير كده كانت ممكن الامور تعدي. إذن الإعلام ما بيشتغلش على الأخطاء التحكيمية، الإعلام بيشتغل على مدى تضرر نادي الزمالك وعدم تحقيق نادي الزمالك لنتيجة إيجابية. ده كلام واضح جدا، والكابتن ياسر عبد الرؤوف قال أنا هقول الكلام ده وعارف إن ممكن أتعرض لانتقادات. ليه؟ لأن هو الصورة واضحة له، لو فوز الزمالك الماتش كان عدى من الآخر، ومحدش يتكلم عن الأخطاء التحكيمية. الناس اللي بتتكلم على الأخطاء التحكيمية ورايحة لسكة حتى المذيع ده بتاع ولع ولع والقصة دي كلها، برضه عنده الدنيا دايما حريقة، دايما عنده كده الدنيا حريقة على طول، حتى يقول لك الدنيا مقلوبة والدنيا ولعة، وطبعا كان رايح لسكة إن مقلوبة على أمين عمر اللي ظلم نادي الزمالك، فيكتشف إن الكابتن ياسر عبد الرؤوف اللي بيحل الأخطاء التحكيمية في قناة نادي الزمالك بيقول له إن في خطأ تحكيمي في الشوط الأول، بيقول له كان ممكن فيها طرد، قال له لا، ده لا ممكن ولا يجوز، ده طرد وجوبي. ده معناه إيه؟ معناه ان القصه ومش عارف لمصلحه مين تم استبعاد اسم محمد عادل من قضيه مباراه الزمالك والمقاولين، اللي كان عنده وقت وعنده صبر وعنده رؤيه انه يجيب لقطه فيها احتماليه ركله جزاء لنادي الزمالك. ولو رحنا مع اراء خبراء التحكيم هيقولوا ركله جزاء، مع ان قناعاتي ان دايما الزاويه خادعه، وافضل حل للقصه دي كان يحصل احداثيات زي بتاعه التسلل بالظبط من نقطة تلامس الكرة ليد مدافع فريق المقاولين العرب ونشوفها على الخط ولا بره الخط، لأن كرة ألمانيا واليابان أكبر دليل على الخداع البصري. ولكن آراء خبراء التحكيم قالت ركلة جزاء، ولكن دي فين؟ في الشوط الثاني. الشوط الأول كان فيه إيه؟ كان فيه طرد وجوبي لحاتم سكر تغاضى عنه محمد عادل. ليه لم يتم ذكر محمد عادل؟ هل لأن محمد عادل دايماً في الصورة الذهنية مرتبط بواقعة الاحتواء؟ هل ده السبب ان يتم استبعاد اسم محمد عادل حكم تقنيه الفيديو اللي ما شافش الطرد الوجوبي لحاتم سكر؟ امين عمر حكم الساحه، واي حكم ساحه ممكن يتعرض لبعض الاخطاء اللحظيه ما يقدرش يقيمها بشكل جيد، زي حاله الطرد دي شافها انذار، لكن انت حكم تقنيه فيديو عندك الصوره من اكتر من زاويه والتصوير ما شاء الله بقى واضح جدا، ليه لم يتم استدعاء امين عمر لطرد حاتم سكر؟ وليه الاعلام كله راح لسكه ان امين عمر ظلم نادي الزمالك وما راحش لسكه نادي المقاولين العرب اللي حرفيا لو جينا بصينا بقى باسبقيه الاحداث هو اللي اتظلم؟ هو مش حاتم سكر
دي حاجه سكر، ده سكر جدا والله، حاجه سكر يا جماعه. يعني انا بشوف مشكله مباراه الزمالك والمقاولين هي فكره ان انت شفت اللي انت عايز تشوفه، انت بتشوف الزاويه اللي انت عايز تشوفها. وانا بقول ان كابتن ياسر عبد الرؤوف اللي بحييه على التحليل ده، شوف احنا هنا اختلفنا معاه قد ايه، وبنجيب له لعبات من ايام الونش والقفز ومحله حرس الحدود، ولكن انا بحييه في الحته دي. ليه؟ لانه اسامه قال لكم حاجه، فكره وانا قاعد هنا كاعلامي عايز اوصلك لايه؟ عايزك انت كمتلقي تستنتج ايه؟ دنيا والعه، دنيا مقلوبه، دنيا كذا، واروح سائل واخد الدنيا في الحاله بتاعه نادي الزمالك. هنا بقى، هنا بقى لما كابتن ياسر عبد الرؤوف وقف عند لعبه حاتم سكر واتكلم فيها وان في طرد من بدري يغير نتيجه المباراه ويفرق تماما، رد قال له ايه ماركو في الراديو؟ قال له ممكن. كابتن ياسر ما عدهاش، قال له لا مش ممكن، لان يا جماعه ممكن ده انا ثبتها، يعني فيها وعليها، يعني تتحسب او ما تتحسبش، يعني ما تحطهاش يا كابتن ياسر في نفس الكفه بتاعه ركله الجزاء. لا، كابتن ياسر قال له ده طرد وجوبي ما فيهاش ممكن ولا يجوز. يعني يا جماعه احنا هنا بنتكلم، احنا وصلنا ان محللي التحكيم بقوا فاهمين اعلام، بقوا فاهمين هو رايح فين والكلام بتاعه هيتاخد ازاي وهيتنشر على المواقع ازاي. فده شيء مهم جدا. فاللي بيحلل التحكيم يا اسامه بقى عبء الرد، وعبء كمان انك ما تودينيش في الحته اللي انت عايز تروح فيها. انت عايز تاخد الناس لحته ان في كارثه في لعبه ركله الجزاء اللي كانت لصالح الزمالك، بس ما فيش كارثه في الطرد. لا، انا بقول لك ده مشكله ودي مشكله، والاثنين غيروا نتيجه المباراه. واحنا يا جماعه كنا بنسمع زمان فلسفه المنافس، ويعني الناس اللي بتدعي فاهمه عند المنافس كان طول عمره يقول لك ايه؟ ما تاخدش على الحاله دي، ده انت خد من الاول. لو اللعبة دي اتحسبت كانت غيرت نتيجة المباراة. انتوا وديتوا الكلام ده فين؟ اللي كنا بنسمعه سنين مع النادي الاهلي، اللي يبقى كسبان 3-4 وليك بتقول لي لا 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 لا، اديني ضربة جزاء افتح لي الماتش، اصل كان في فاول على في نص المنطقة ولو اتحسب كان حسام عاشور هيخاف ياخد الانذار التاني. والله كنا بنسمع ده زمان. طب وحاتم سكر ده، انت متخيل المقاولين بيلعب ضد الزمالك اللي ناقص لاعب من الشوط الاول؟ طبعا هتفرق في كل حاجة. كابتن سمير عثمان ايضا اتكلم في اللعبه، وادي اتنين خبراء تحكيم بيتكلموا في هل القصه تتشاف بعين واحده ولا تتشاف زي ما احنا بنوريها لك بكل الزوايا. عايزين نركز على لعيب نادي الزمالك رقم 3، استخدام قوه زائده في انقل القدم، ده اسمها استخدام قوه زائده طبقا الماده 12، كارت احمر. دي كارت احمر، ودي مش اقصى حال الايذاء، استخدام قوه زائده، القدم جايه من وضع هوائي، عارف لو كان قدم اللاعب نادي الزمالك لمست الارض الاول وبعد كده اصطدمت برجل لاعب نادي المقاولين كان ممكن يبقى تهور. يعني هي بتختلف لو اللاعب كعب رجله على الارض ولا لا؟ هي بنشوفها في حالات كتير، فالناس ليه يا محمد بقى؟ لان لو كعب رجله يبقى قللت من السرعه، انما بالشكل ده الكره لا جايه دايركت من الخلف، يبقى كارت احمر على لعيب نادي الزمالك، والمفروض هنا كان حكم الفار يستدعيه الا لو كان ليه راي اخر. امين في موقعه اللي هناك ده لا يمكن يشوف الاصطدام، اللي هيشوف الاصطدام ده اثنين، مساعد الحكم رقم واحد والفي ار، هتلاقي ان الخطا حدث على خط منطقه الجزاء، وطالما الاخطاء حدثت على خط منطقه الجزاء الخطوط من اللعبه يبقى الكره دي جوه. هنشوف محمد عادل كان ليه دور كبير جدا النهارده عمل ايه. هنا جاب له أفضل زاوية، أفضل زاوية، هنا أنا ما أقدرش أتكلم، الصورة هي تتكلم، زي ما إحنا شايفين عندنا كان في صورة خادعة وصورة عمودية، صورة عمودية اللي هي دي زاوية إيه يا جماعة؟ زاوية التسلل، محمد عادل جاب الكورة من زاوية التسلل، زاوية التسلل، كاميرا التسلل، وفضل يكبرها له ويعمل له زوم، أما لقينا الزوم اتعمل لقينا إن الكورة مستوى على خط منطقة الجزاء، طالما الكورة على خط منطقة الجزاء يبقى الخطأ داخل منطقه الجزاء، يبقى هي ان في ركله الجزاء كان لابد يتم احتسابها لصالح نادي الزمالك. يعني انت هنا بتتكلم في حاله واضحه وهي حاله ركله الجزاء، سيبك من ارائنا خالص، انسى، احنا هنا دايما بنتكلم، اصل انت مش هتتكلم على المنافس برايك، ما حدش هيقتنع برايك من المنافس. فاحنا هنا باراء خبراء التحكيم، في طرد، قال لك اصرار، قوه زائده، يعني تعمد، كل حاجة في حالات الطرد واستخدام القوة المفرطة.
طب ما فيش طرد الحاتم سكر وفي ركله جزاء تمام، ليه احنا بنجتزئ ونختزل المشهد في لعبه ركله الجزاء بس؟ ما هو ده يا جماعه الغريب، وده اللي مش منطقي، وده اللي برجع بقى بالذاكره الموسمين اللي هنا كنا بآراء خبراء التحكيم. الموسمين بنجيب عدد النقط وكل حاجه، وتنزل الفيديوهات وتنزل التعليقات، وتلاقي مشجع المنافس داخلين يقول لك طرب كمان، ايوه سمعنا. الله، هو دلوقتي بقت الدنيا بتتقلب، وبقت الناس بتتكلم، وبقت الناس تقول في مباراة انت استفدت تحكيميا من عدم طرد حاتم سكر وتضررت تحكيميا من عدم احتساب ركلة الجزاء؟ اي منطق يا جماعة يقول كده؟ واي منطق يجي يقول ان اللعبة دي انت عايز تاخد منها فزاعة؟ طب مع احترامي، انت عندك في المباراة دلوقتي اللي في الكونفدرالية مع ارتا سولار الهدف بتاع زيزو التسلل، وكابتن سمير عثمان طلع قال تسلل، فين بقى إعادة المباراة وفين؟ ولا هو ده تمام؟ ولا هو ده ماشي؟ طبعا بالتوفيق انك انت صعدت وكل حاجة، وطبعا انت بتطمح ان انت في بطولة يعني غير دوري الأبطال بتودع دور المجموعات، بتطمح ان في الكونفدرالية تحقق حاجة، حقك المشروع، ولكن اهو يعني واحدة واحدة. لا ما هو احنا خلينا في الدوري، لان انا هنا لازم اقف عند نقطة ان انت بتتناولني. والحقيقة احنا شفنا مواقف كتير جدا واخطاء تحكيميه كتير جدا، ولكن لم يصدر بيان من اي نادي، من اي نادي، مش الاهلي بس، بكلمك من اي نادي بالشكل اللي فيه اساءه للحكم بالشكل ده. ان يتكلم عن الحكم يقول لك الضعيف فنيا وهو حكم دولي، يتكلم عن الحكم يقول لك شديد العداء لنادي الزمالك وتاثره ان هو مشجع لمنافس. انت هنا بتستدعيني تاني ليه؟ انت هنا بتجيب النادي الاهلي في جملة واضحة من الإعراب ليه؟ يعني لو استعرضنا البيان هتلاقي البيان مكتوب فيه على اتخاذه موقفا، السطر اللي هو الثالث، على اتخاذه موقفا عدائيا من النادي وتربصه الدائم به، وأنه أنا ما عنديش مشكلة من الجزء ده، أنت حر معاه، لكن وأنه لا يستطيع أن يفصل بين ميوله التشجيعية للنادي المنافس وعمله كحكم وهو ما ثبت يقينا اليوم، وشاءت إرادة الله أن يتم كشف ذلك. هو الحقيقة أنا بشوف اللي حصل ده هو كمين اتعمل في حكم المباراة من قبل مخرج المباراة، وأنا بشوف أن كان لابد من تحقيق في الواقع، لأن ده فعلا مخالف لفكرة أن أنت تتحدث عن بروتوكول تقنية الفيديو. ناس كتير هتطلع تقولك ما الأمر ده بيتعرض في كأس العالم أندية وكان كلاتنبرج بيعرضه، بس بيكون الحكم عارف أن كلامه ده مسجل وكلامه ده يتعرض. بس دي مش نقطتنا، أنا نقطتي أن أنت استدعيت النادي الأهلي وبتقول أن الراجل ده مشجع للنادي الأهلي منافس، وطبعا يا بختك ان انت النادي الاهلي بتحطه في جمله من الاعراب ان هو منافس ليك، انت عارف المكاسب الكتير والعديده اللي انت بتاخدها من كلمه ان انت منافس للنادي الاهلي. طيب امين عمر ده اللي اتاثر من وجهه نظرك بالتحكيم، اخطائه التحكيميه في مباراه النادي الاهلي كانت ايه؟ واخطائه التحكيميه في مباراه نادي الزمالك كانت ايه؟ عشان تبدا تعلق وتقول مواقفه الدائمه وتاريخه مع نادي الزمالك اللي فيه عدائيه كبيره جدا. انتوا ما خسرتوش مع امين عمر غير مباراه واحده من 30 مباراة، لكن خليني الأول نروح لأمين عمر اللي تحديدا لو النادي الأهلي بيتعامل زي بيانات نادي الزمالك كده أنا ما أعرفش كان إيه ممكن يتكتب، ولو الموقف ده اللي حصل مع الأهلي حصل مع الزمالك كان ممكن يكتبوا إيه في أمين عمر في لقطة ماستر سين الموسم كله، اللقطة الشهيرة بتاع كابتن عصام عبد الفتاح ومدرسة عصام عبد الفتاح اللي ما زلنا بنعاني منها تحكيميا. روح البروتوكول، لقطة مباراة الأهلي والبنك الأهلي عندما تدخل حكم تقنية الفيديو تدخل غير قانوني. تعالوا نشوف اللي نفكركم باللقطة ونفكركم بآراء خبراء التحكيم وقتها كانت ايه. نمرة واحد. نمرة واحد. لو مفيش فار. لو مفيش فار. الجون هيتحسب. تمام. طيب. لو في فار يبقى اطبق بروتوكول الفار بشكل صحيح. ممتاز. بروتوكول الفار بشكل صحيح بيقول ان التنفيذ ده مش من ضمن اختصاصات الفار. يبقى الجول صحيح. ايوه. انا طلعت قلت كده وانا قلت كده. تمام انا بسالك بس. التنفيذ التنفيذ ده خاطئ. مظبوط. بس لكن مش من ضمن اختصاصات الفار. طيب مع كلام الكابتن عصام عبد الفتاح لما قال لك الاصل هي العداله. والحكم طبق العداله. هنا كان حكم الفار كان الكابتن ميدو سلامه. بالمناسبه هو مرشح حكم دولي. الكابتن ميدو سلامه هو حكم دولي اعتقد خماسي او صلات او شاطئيه حاجه كده يعني، ومرشح انه يبقى حكم دولي. ده بس معلومه كده على الماشي يعني.
فاذا هنا التطبيق كان خاطئ. كابتن التطبيق خاطئ خلاص. انا مع احترامي بس طبعا عصام عبد الفتاح قال ساعتها قال يا جماعه العداله اللي احنا بنبغي العداله. بص عصام وقتها كان مسؤول رئيس اللجنه ومسؤول وده قرار صعب جدا. ده قرار صعب واثر في نتيجه طبعا مباراه. وبالتالي هو كان في موقف بيدافع عن مفيش حاجه اسمها ما انا بقول لك اللي حصل ايه. انا بقول لك اللي حصل بيدافع عن الحكام والتحكيم. نعم بعد كده ده طبعا راي خبيرنا التحكيمي الكابتن جمال الغندور اللي بيتكلم في نقطه واضحه جدا ان التدخل اصلا غير قانوني. ومع ذلك امين عمر امام تقنيه الفيديو تناسى ان اساسا اللي يقول لحكم تقنيه الفيديو انت جايبني ليه. وطلع طبعا وقتها كابتن عصام عبد الفتاح تحدث عن روح البروتوكول عشان نصل الى العداله بغض النظر عن تطبيق الكلام ده كله. وطبعا يعني جميع خبراء التحكيم قالوا ان كلمه روح البروتوكول دي مش مكتوبه في اي مجال متعلق بقوانين كره القدم المتعلق بالتحكيم على مستوى العالم. وشفنا مواقف تانية كتير ولم يتم تطبيق روح البروتوكول زي ما كابتن عصام عبد الفتاح قال. انا عايزك تتخيل المشهد كده والمباراه دي انتهت 0-0 والنادي الاهلي فقد نقطتين بعد ما سجل هدف. لو القصه دي مع نادي الزمالك كان ايه البيان اللي هيطلع على امين عمر او ايه البيان اللي كان هيطلع وقتها على حكم تقنيه الفيديو؟ هيطالبوا بايه؟ كان الاعلام وقتها هيعمل ايه؟ اللي حاليا كل التوجيه ناحيه الزمالك اتظلم ويطلع احمد حسام ميدو يقول لك ده لامين غير امين على اداره المباريات. تيجي تسمع كابتن احمد حسام ميدو في قصه متعلقه باخطاء تحكيم النادي الاهلي مش موجود اصلا. يا جماعه حاولوا ان انتوا تشوفوا الانديه كلها ولو عايزين تصلحوا التحكيم ابعدوا عن لون التيشيرتات وابعدوا عن النتائج السلبيه للزمالك اللي بتعلقوها على شماعه التحكيم. قولي الحكم اخطا هنا والحكم اخطا هنا، لم يحتسب هنا ولم يحتسب هنا، لكن هتشوف بعين واحده مش هينفع الكلام ده خالص. يمكن الغريب بالنسبه لي كمان ان البيانات بقت حلوه. البيانات بقت حلوه والشكوى من التحكيم كانت حلوه. الناس كانت بتسخر لما النادي الاهلي كان بيتعرض لظلم ويطلع يعرب عن بيانات ويخاطب التحكيم ويخاطب لجان التحكيم، كانت الناس بتسخر مع اول خطا. يمكن انت من بقالك 3 سنين ما بتظلمش. يا جماعه احنا وصلنا في وقت كابتن عصام عبد الفتاح، ما هو انا اقول لك ليه ما كنتش بتنزل بيانات؟ لانك اصلا ما بتظلمش. محدش قادر، انت بتستفيد بس. لدرجه ان في وجود كابتن عصام عبد الفتاح قلنا هنا ان كل الانديه بتاعه الدوري اشتكت من التحكيم، يا اما في تصريحات مسؤولين يا اما ببيانات، الا نادي واحد كان نادي الزمالك. فانت هنا لما بتيجي تتكلم عن امين عمر وتنزل بيان هذا هو شأنك. ولكن استدعاء النادي الاهلي ويبدو ان هذه هي السمه. هيجي البعض يقول لك ايه؟ هو حد جاب سيره النادي الاهلي؟ ده مضحك بقى جدا. يعني انا بأكرمك بوضع كلمة المنافس انك انت تتحدث عن النادي الاهلي، ما انا لو اعتبرت بقى المنافس بتاعك اندية الوسط ولا اندية مؤخرة الجدول دي قصة صعبة جدا. ولكن انت بتسقط. وحتى هنا احنا بنوضح فيما يخص هذا الحكم وادائه مع النادي الاهلي. اداء هذا الحكم مع النادي الاهلي في وقعة اللي تناولناها وقعة البنك الاهلي هي دي بجد اللي تعيد مباراة. دي اللي بجد لو الحكم كتب في تقريره ان هو اخطا في تطبيق القانون واخطا الفار في استدعائه ده خطا يعيد المباراه، لان ده هنا خطا في تطبيق الحالات التي يحق للفار التدخل لها، مش وجهه نظر في لعبه شايفها بعينه. دي ما فيهاش وجهه نظر، الثانيه ما فيهاش وجهه نظر. طيب كابتن امين عمر اخطاؤه ضد النادي الاهلي كانت مرتبطه بس بمباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي وروح البروتوكول وهي الفضيحه التحكيميه اللي من ضمن يعني بياخدوا الحاله دي يا جماعه يدرسوها دلوقتي في كل حته، ازاي الفار ما ينفعش يتدخل في الحالات اللي زي دي عشان ده هيكون خطا في كل المحاضرات بتتدرس. تعالى بقى كابتن امين عمر في مباراه الاهلي وانبي نشوف الحكم اللي بيحبنا قوي من وجهه نظر البعض. ادي الكوره بتتلعب كمل وادي الماسكه اهو يا كابتن اهو. طب من بره ولا من جوه يا كابتن؟ انا هنا هو كان ماسكه بره. كويس؟ وبعدين سابه فين؟ لغايه دلوقتي هنا اختفت عندنا، سابه ولا لا؟ اختفى، فخلينا اعتبره ماسك، مش هقول بره ولا جوه، لكن هقول الماسك ده على الاقل ركله حره مباشره، واذا كانت جوه ركله جزاء وطرد للاعب ام بي، ودي تفرق في كتير جدا في ال. طبعا ادي وليد سليمان وهناك دفع.
يمكن يكون اوضح كمان من اللعبه الاولانيه. اهو ادي وليد وادي الدفع اهو يتحسب هنا دي فاول داخل المنطقه داخل المنطقه. نعم. اذا دي ركله جزاء هترتد راحت هنا عماد داخل الرجلين اتحطت كمل اهو ما راحش للكوره اللاعب. طيب هل هنا في اهمال من اللاعب المدافع انه حط رجليه في المكان ده عشان تصطدم بعماد ولا هل عماد هنا هو اللي راح عشان يصطدم بيه؟ عماد خد الكوره ورايح للكوره الرجل اللي اتحطت دي هي اللي منعته من انه يوصل للكوره. انا في تقديري ان هي فاول ركله حره مباشره بمعنى انها داخل منطقه الجزاء يعني ركله جزاء لصالح عماد. يمكن قبل كده عملنا فقره الكابتن امين عمر كان فيها اخطائه. انا بقى بحب المباراه دي جدا لان الواحد مفترض بيخاطب ناس عاقله ناس بتشغل دماغها. حكم ميوله اهلاويه ثلاث ركلات جزاء في مباراه لا تحتسب. مباراه ام ثلاث ركلات جزاء يعني يا اخي ده انت لو اهلاوي مش هقول حجام الاهلي في حاجه بقى مش صحيحه ده انت هتدور هتستنى هتيجي واحده طب ها طب فيها شك الشك يفسر لصالح الاهلي ده انت ثلاث ركلات جزاء. المباراه دي كانت موسم 2015 ثلاث ركلات جزاء في مباراه الاهلي وانبي وامين عمر ما بيحسبش ولا واحد. ده كابتن جمال غندور وهو بيحلل الاولى قال لي الشده يا جماعه مكمل لحد جوه. طب ماشي يمكن انت ما خدتش بالك لان ما فيش فار وقتها والشد مكمل لحد جوه وانت مش واخد بالك الشد كان لحد فين. طب قال له اللي بعدها بتاعت وليد سليمان اوضح بره جوه بتتحسب. طب الثالثه فكره الاعاقه ولا واحده مفيش من الحكم الاهلاوي ثلاث ركلات جزاء ما بيحسبهمش الاهلي. طب الحكم الاهلاوي ده ارقامه بقى مع نادي الزمالك ايه يا جماعه؟ ده هو في كده ده تميمه حظ 30 مباراه بيحسب فيهم 12 ضربه جزاء. طب هات لي حكم ليه معدل مع النادي الاهلي كده باي شكل من الاشكال 30 مباراه 12 ركله جزاء 23 فوز و6 تعادل وهزيمه واحده وبرده الهزيمه دي هنروح لها. ايه ده؟ ايه الارقام دي؟ هزيمه واحده في 30 مباراه مع الحكم الاهلاوي؟ ده احنا على كده يا اخي ما تمرش فيك اهلاويتك يا اخي. يعني ده انت ما عدتش على النادي الاهلي. فاعتقد حتى منطق مشين منطق مشين لان هو ما فيهوش منطق فبالتالي ادعاء منطق. هي الفكرة كلها ان انت كمان تشكك في ذمة الحكم ودي نقطة صعبة جدا. انت ممكن تتحدث عن اخطاء الحكم لكن ان انت تشكك في ذمة الحكم وتقول ان ميوله بتغلب عليه كحكم ده امر مرفوض جدا. هقول لك مثال بسيط جدا للعقلية اللي دايما بتعامل مع هذه القصة بان قط الزمالك دايما جمل في التحكيم. الحكم اللي لغى هدف كابتن حسن شحاتة في موسم 82 اللي حتى هذه اللحظة هو يعني أيقونة الأخطاء التحكيمية عند جماهير نادي الزمالك هو حكم أصلا والد الكابتن ياسر عبد الرؤوف عبد العزيز. باعتراف كابتن حسن شحاتة هو أكبر زملكاوي في مصر. وهنا ما طلعش وقتها حد قال إن أصل ده حكم زملكاوي لا إحنا بنستشهد إن الحكم زملكاوي من كابتن حسن شحاتة ومع ذلك الأخطاء واردة الأخطاء التحكيمية واردة. فقصة إن أنت تروح لذمة الحكم ده أنا بشوف إن أمر يليق ممكن بجماهير متعصبة لكن بمسؤولين وبيانات بالشكل ده أعتقد الأمر صعب جدا. وضحنا أخطاء تحكيمية على سبيل المثال لأمين عمر اللي هي بتقول إن الحكم ممكن يغلط هنا وممكن يغلط هنا لكن حتى المباراة اللي خسرها نادي الزمالك من ضمن 30 مباراة اللي خرج فيها أمين عمر من استاد أسوان يعني بطلوع الروح بمعنى حرفيا بطلوع الروح وتم إيقاف الجماهير وقتها مباراتين أو حاجة زي كده وحصل أزمات كبيرة جدا. الخسارة دي علقوها برضو في رقبة أمين عمر لكن كابتن ياسر عبد الرؤوف كان له رأي آخر مختلف تماما عن البيانات والكلام المتعصب اللي بيتقال عن الحكام والتشكيك في ذمم الحكام بالشكل ده. نطلع نشوف كابتن ياسر عبد الرؤوف قال إيه في قناة نادي الزمالك عن هذه المباراة. الرجل في الهواء هتروح فين؟ صدر الراجل ده في وشه ما هي مش هتختفي ولا يعني لازم هيكون حصل كونتاكت ما بين الاثنين. الحقيقه ركله الجزاء موجوده المخالفه موجوده. امين ممكن من مكانه ما اعرفش ما يقدرش ان هو يقدر الحاله اثناء اللعب لكن الفار كان لابد ان هو يتدخل في حاله زي دي. مين بقى اللي في الفار؟ عمرو الشناوي ده ابن مين؟
يعني مش فارقه كتير. لا فارقه طبعا. ازاي مش فارقه؟ لا والله ما فارقه. ازاي يا كابتن بس مش فارقه؟ يعني انا مثلا بقول لك محمد محمدين ده هيفرق مع حضرتك يا كابتن. ابن احمد الشناوي. ابن طبعا الكابتن احمد الشناوي. ما هو يعني قاعد في الفار فيعني حي الله يسهل. مين اللي وصل للكوره يا كابتن طارق؟ اللي وصل للكوره عبد الغني. لا المهاجم هو اللي وصل للكوره. ازاي يا كابتن؟ المهاجم هو اللي وصل. ارجع سيره فريم كده يا جماعه. ارجع اهو. لا كمل لو هي حتى اتجاهها هو باين. تمام. الراجل هو اللي وصل للكوره المهاجم وبعدين كمل كمان نمشي بس حصل الاحتكاك هنا. لا نرجع تاني قبل ما هو بدا السقوط ده. هنا حصل الاحتكاك طبعا بالجسم. الراجل لعب الكوره وبعدين عايز يجري وراها. حصل الاحتكاك ده من مدافع الزمالك طبعا. تمام. ده كان المفترض ان هو برضو يتراجع عليها ويكون ليه الفار ليه تدخل. يلا عايز اقول حاجه برضو دي ممكن ما تكونش الصوره واضحه لحكم الفار ان هو ياخد عليها قرار وبالتالي هو ما اتدخلش. هي مش واضحه فعلا يا كابتن. انت استفهام الركلتين الجزاء احنا اتكلمنا عليهم واحده لاسوان واحده للزمالك اماكن وتوزيع الكاميرات بالاضافه الى ان في التغييرات الاخيره او الاستبدالات الاخيره والوقت الضايع في الشوط الثاني اللوحه بتاعه طب الوقت ده ضايع برضو الشوط الثاني يا كابتن. كان 7 دقائق نهى قبل السبع دقائق. مش نهى قبل السبع دقائق هو نهى يعني هنقول يعني خمس في برضو خمس او 10 ثواني حد وقع. كابتن ياسر عبد الرؤوف مش قادر يقنع الكابتن طارق يحيى بقصه ان الاخطاء التحكيميه في المباراه الوحيده من اصل 30 مباراه ادارها امين عمر لنادي الزمالك خسرها نادي الزمالك كان في اخطاء تحكيميه هنا وهنا. كان ركله جزاء لنادي الزمالك وركله جزاء لنادي اسوان ولكن كعاده تعاملنا مع الاعلام الابيض بشكل واضح جدا هو انا مش هشوف غير بعين واحده والقطه عند الزمالك في الاخطاء التحكيميه جمل لكن الاخطاء التحكيميه لما تكون لصالح انديه اخرى ده الجمل قصاد نادي الزمالك يتحول لقط في الاخطاء التحكيميه. ده يا جماعه الهدف من قصه الفكره دي. لكن لسه فارس عندنا موضوع اخر مرتبط ايضا بفكره امين عمر مع نادي الزمالك. يعني اعتقد كابتن امين عمر اللي قلنا دي احصائياته واللي قلنا دي اخطاء في الاهلي ودي اخطاء لصالح الزمالك اعتقد احنا محتاجين نرجع نفكر هو مين اللي امين عمر ربما اخطاؤه تخليك تفكر ونتائجه معاه هو بيميل اليه. ولكن بعيدا عن الميول وبعيدا عن التشكيك في ده فيديو هنعرضه لحاله في مباراه المقاولين في موسم 2018 والزمالك وركله جزاء لصالح المقاولين لا تحتسب. شوف بعينك الراجل اللي انتمائه لصالح النادي الاهلي بيعمل ايه. نطلع نتفرج هنا. ادي الحكم وادي الحكم. الحكمين حكم الإضافي والحكم أمين عمر. وأنا عايز أقول إن أمين عمر يعني في مكان يسمح له. في ناس تقول لك ممكن ما شافش. لا هو عمل كده معناها إن شاف إن الكورة ليست لمسة يد لكن هي لمسة يد. ولو أنت وضعنا الاعتبارات اللي احتسبوا عليها ركلة الجزاء الأولى هي تعتبر فوتو كوبي لركلة الجزاء نفس ركلة الجزاء الثانية. اللعيب بتاع الزمالك ايده بتروح للكوره مش في الوضع الطبيعي وبالتالي ركله الجزاء لابد انها كانت يعني موجوده او تحتسب والحكم هو بيقول مفيش حاجه. بص كابتن امين انا بصراحه اللعبه دي خلتني افهم سر الهجوم عليه. ما هو انت لما يكون اللاعب وطير ورفرف في الفضاء وفتوح تكبير مساحه الجسم وكل العناصر ده انت مع يعني كابتن امين عمر دايما هتلاقوا التحليل في اخطائه على الاهلي. لو كابتن جمال غندور مستغرب انت ازاي ما شفتش ضربه الجزاء الاولى والثانيه والثالثه. على العكس بقى في حالات نادي الزمالك هتلاقي كابتن احمد الشناوي بيقول مفيش مجال انك ما تشوفهاش انت قريب ومفترض انك شايفها. فيبدو ان انت اللي عودتهم على كده. ما هو اللي اتعود على لعبه زي بتاعه احمد فتوح دي طبيعي ما يتقبلش منك ان انت ما تحسبش بتاعه المقاولين. ما انت زرعت جواه كده وفي الاخر امين عمر اهلاوي. هي المفارقه ان هي مباراه الزمالك والمقاولين العرب. انت متخيل المفارقه ان بنتحدث عن لقطه لمسه يد وركله جزاء. انا عايزك تسترجع وقتها ايه اللي كان بيحصل اعلاميا في القصه دي وتشوف المشهد الحالي اعلاميا مع مباراه الزمالك والمقاولين لما اتعكست لمسه اليد بل يمكن فتوح واضحه تماما انها داخل منطقه الجزاء ومش محتاجه لاحداثيات ولا غير احداثيات. ده الاصعب ان الزمالك سجل في المباراه دي
من ركل الجزاء يعني الله يمسيه بالخير كابونجو كاسونجو تقريبا كان مدافع المقاولين لازق فيه بيلعب الكرة في دماغه وجات في ايد مدافع لازق بمعنى لازق حرفيا فيه جات في ايد مدافع المقاولين تم احتساب ركل الجزاء. المسافة وسرعة الكرة وحاجات كتيرة جدا كانت ممكن تأثر على اتخاذ القرار ده لكن ده اتحسبت لنادي الزمالك وقتها ودي بتاعت فتوح لم تحتسب لنادي المقاولون العرب وانتهت المباراة 2-1 يعني مؤثرة جدا في النتيجة. احنا نكتفي بالأمثلة دي لأن عندنا واحدة شبيهة بالظبط وتم استدعاء الكابتن أمين عمر في 2020 مباراة الزمالك والمصري وكان ركلة جزاء واضحة على محمود علاء لمسة يد في ايده وهي فوق كده في الهواء غير الايد الداعمة وتم استدعاء أمين عمر من قبل تقنية الفيديو وراح وشاف ورجع وما حسبش ركلة جزاء في الموسم اللي أنا قلت أتحدى فيه حكم مصري يطلع لتقنية الفيديو ويتخذ قرار عكس رغبة نادي الزمالك برضو لمسة يد وركلات جزاء لكن القصة انتوا عارفين تمت ازاي ودينا عرضنا وللامانه نادي المقاولين العرب لما طلع بيان في 2018 كان البيان بيعتمد على حالات مش تشكيك في ذمه الحكم. النقطه اللي احنا يعني هنمر عليها مرور الكرام وناكد اننا مش بنشوف بعين واحده اللي حصل في مباراه الزمالك والمقاولين حصل في مباراه المصري وفاركو ركله جزاء واضحه لنادي فاركو بالتاكيد على حسين السيد تم الاستدعاء من قبل عمرو الشناوي لحماده القلاوي شافها وطلع قال ورجع قال مش ركله جزاء. هنا غلطه واضحه جدا لحماده القلاوي. على المقابل نفس عمرو الشناوي اللي استدعى حماده القلاوي حكم الساحه تجاهل عن ركله جزاء لحسين السيد لاعب المصري كانت ضد نادي فاركو وما استدعاش حماده القلاوي وعلى النقيض من الاثنين تم احتساب ركله جزاء من ثلاث حالات تحكيميه داخل منطقه الجزاء ربما تكون هي الاهون والاقل قوه والاقل احتماليه لاحتساب ركله الجزاء. فده اللي احنا بنوصله ايه؟ ان شوف بعينيك الاثنين شوف الاخطاء هنا وهنا استبعد نتيجه المباراه استبعد الوان التيشيرتات عشان لو انت بالفعل عاوز في يوم من الايام احمد اسامه اللي قال اللي يقول لك التحكيم المصري بخير والله العظيم ما بخير يجي ويقول في يوم من الايام خلاص التحكيم المصري بخير يبقى لازم نتناول التحكيم المصري دون النظر لالوان ودون التشكيك في زمم الحكام. ده باختصار شديد قصه بروم لكن القصه الاكثر اهميه وهو استدعاء النادي الاهلي ايضا. احنا الحلقه النهارده عنوانها انت بتستدعيني ليه؟ انت ليه بتعمل مشكله مع النادي الاهلي؟ كابتن احمد حسام ميدو اللي معروف باجنده واضحه وربما هو متفق مع فكره الاجنده الواضحه ولكن على السوشيال ميديا ولكنه بيعملها في اي قناه بيروح ليها اي قناه محايده بيروح ليها في اجنده واضحه الكابتن احمد حسام ميدو وبيتهم البعض اللي بيختلف معاه ان هو لجان الكترونيه كعاده اي حد ما عندوش اي حجه او منطق يروح للقصه السهله دي. الكابتن احمد حسام ميدو تم يعني التعاقد معاه من قبل الدوري السعودي فالمفترض يروح يتكلم عن مباريات الدوري السعودي. راح يعمل ايه؟ راح يقول الكلام اللي هنسمعه دلوقتي ده. هم لازم بس ياخدوا بالهم الاتحاد ان هم واقعين في سكه الاهلي المصري. هيتلاقي كميه اصابات الفتره الجايه غير طبيعيه والله العظيم اي حد بيلعب الاهلي تلاقي بص صليبي مش عارف مين اتوقف المدرب مش عارف حصل ايه والله انا بقول لك عن خبره الاتحاد الفتره اللي جايه لازم يقروا قران ويخلوا بالهم كويس جدا يخلوا بالهم من اللعيبه لانه والله العظيم اي فرقه بتروح للاهلي المصري بص تلاقي احنا في نهائي افريقيا 2020 اثنين لعيبه اهم لعيبه في الفرقه الونش وعبد الله جمعه الباك ليفت الاثنين بوزيتيف كورونا وقبليها مش عارف مين خلفيه والتاني كذا خلوا بالكم انا بقول لكم بحذركم سيبك من فكره ان الكلام ده اتقال هزار لان مفيش حاجه اسمها هزار في الكلام ده وفكره ان انت بتطالب نادي يتحصن بالقران وده طبيعي جدا انت هنا بتشير لاشياء سلبيه عند النادي الاهلي ربما تتكلم عن الحظ ربما تتكلم عن الاصابات ربما تتكلم عن السحر والشعوذه اللي احنا سردنا ليه قبل كده فقرات وفقرات من الخمسينيات كانت بتستدعي ان لاعبي نادي الزمالك لما يروحوا يلعبوا في التتش ما يغيروش في غرف الملابس وبرضه يتغلبوا ويرجعوا ان كان بعض المديرين الفنيين الاجانب يطلعوا يتحدثوا بعد الهزيمه بثلاثيه امام النادي الاهلي ان كميه البخور اللي كانت في غرفه خلع الملابس خنقت اللعيبه ما خلتش عندهم نفس داخل المباراه فمش هنروح للسكه دي ولكن احنا هنرفض الهزار تماما. انت قلت ان في مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا اصابه بعض اللعيبه من نادي الزمالك بفيروس كورونا ده انت بنفسك اعلنت ان في لاعب قبل دول من النادي الاهلي وكان له وما زال له ثقله ده كان لاعب اساسي ومحور الفريق
والوقت ده كان حمدي فتحي راجع لسه من الاصابه، وكان اليو ديانج ما شاء الله الوحش بتاع نص الملعب، وكانت ضربه مؤلمه وقويه مع صالح جمعه وكابتن وليد سليمان اللي بيجيد التعامل في مباراه نادي الزمالك. واعتقد جماهير نادي الزمالك عارفه يعني ايه كلمه وليد سليمان في مباراه قمه، حتى لو طول الموسم مش في حالته، في مباراه القمه وليد سليمان موجود دايما. ومع ذلك راح ميدو للقصه دي، ميدو اللي هو اساسا في كل الظروف بقى اللي واجه فيها النادي الاهلي رصيده ايه؟ زيرو، رصيده صفر في كل المواجهات اللي واجه فيها النادي الاهلي تحت اي بند تحت اي مسمى، ده رصيد ميدو قدام النادي الاهلي صفر. خمس هزايم الاهلي والمقصه، كان مدير فني للمقصه 2-0 للاهلي، الاهلي ووادي دجله 4-1 للاهلي، الاهلي ووادي دجله تاني 1-0 للاهلي، الاهلي والزمالك مرتين 2-0 للاهلي سواء 2016 او 2014 1-0. يعني ايه رصيد ميدو امام النادي الاهلي؟ في كل الظروف اللي لعب فيها ميدو رصيده صفر. عشان كده انا ممكن اتفهم ان ميدو عنده ازمه كبيره جدا تجاه النادي الاهلي، ممكن تكون مؤثره على رايه لو خدنا رايه ده كحاجه استثنائيه، لكن الحقيقه لا، ميدو عارف كويس هو بيعمل ايه، ميدو عنده اجنده واضحه وصريحه لخدمه نادي الزمالك في اي موقع واي مكان، والاضرار بالنادي الاهلي وافكار والصوره الذهنيه للنادي الاهلي في اي مكان واي موقع. عشان كده كلام الهزار ده مش هناخد منه على الاطلاق. وبما انك كنت بتتكلم في الخليج وفي طبعا الدوله المملكه العربيه السعوديه اللي بنكن لها التقدير والاحترام، ده اسمه هناك عندهم مزاح ورمي رماح معروفه وواضحه، فاحنا مش هناخد من قصه الهزار اللي انت اتكلمت فيه. يا عم اجيب لك كبسه. طبعا بص، الكلام بالنسبه لي يا جماعه، انا هنا عندي راي واضح وصريح. جو بقى اصل ميدو مش مركز في كلامه، مش مصحصح لكلامه، كل الكلام ده انا هنا لا افترضه تماما. ميدو ارجع كده من وهو في بين سبورتس وشوفه وهو بره مصر بيحاول يوصل رساله عن النادي الاهلي، انسى القصه بالنسبه لي محسومه خلصانه. دايما بيودي الرسائل اللي زي دي اللي تاخد من صوره النادي الاهلي ما تزودوش. وقصه اصل هزار، اصل الاكونت كان متهكر، اصل انا ما كانش قصدي، اصل انا ما شفتش، اصل انا مش عارف ايه، الكلام ده عيب عيب. لان ما اقعدش في استوديو مع ناس تدرك جيدا معنى كلمة القسم واقول ثلاث مرات والله العظيم والله العظيم والله العظيم وارجع اقول اصل كنت بهزر. يعني يا عم اقرا شوية ولا افهم شوية ولا اعرف اصول الكلام شوية. ما ينفعش اطلع اقسم بالله واحلف بالله ثلاث مرات على كلامي واقعد استدعي وقائع واقول انا كنت بهزر. لا، هي دي مش بهزر، انا كنت حاجه تانية، كنت حاجه تانية. لان وقع عارف لو جبتها كده في النص، خلي بالكوا الاهلي كعبه عالي وحظه لما تيجي تلعبه هتلاقي ناس بتتصاب وعدت، ممكن تفترض حسن النيه. انما اقعد استدعي وقائع واقول حالات في توقيتات مختلفه واربطها بالكلام ده، اجي بعد كده اقول انا كنت بهزر وانا بحلف بالله. فالكلام يا جماعه ده فكرته اخطر بكتير جدا. والناس وقفت عند الكلام عند السحر، لا، القصه مش سحر. ميدو بيردد كلام هو متاثر بيه، دايما الانسان لما يطلع من خلفيه ما يكون متاثر بيها. لو انت نشات في بيئه تؤمن بالمؤامره هتتحدث دائما عن المؤامره. ده اسمه رد فعل التاثيري نتيجه البيئه اللي انت نشات فيها. فاذا كنت انت كنت مدرب وبيطلع معاك شيخ في الاتوبيس وبيطلع معاك سحر وبيطلع معاك كده، طبيعي هتردد ده في كلامك. ولكن مش ده اللي يعنيني. ما يعنينيش ميدو، وما يعنينيش الافكار اللي نشا فيها ميدو، وما يعنينيش التجارب اللي مر بيها ميدو كمدرب، وما يعنينيش حاجات كتيره جدا تخصه هو، انما يعنيني النادي الاهلي. انت كراجل تخيل لما تروح تقدم نفسك كمحترف في استوديوهات بتدور دلوقتي على الناس اللي اتحقق لها اضافه، فتقدم نفسك بتتكلم في السحر والشعوذه والدجل والاصابات والناس اللي اتصابت والاعمال، انت بتدي خلفيه ايه؟ انت بتوصل ايه؟ انت مش قادر تدرك ان انت لما تروح تقعد في استوديو زي ده، النادي الاهلي هو قوتك الناعمه رياضيا في مصر. فلما تيجي تتكلم عليه وعايز تتباهى وسط ناس بتنفق ارقام كبيره جدا والكره لديها صناعه في تركيز في الاولويات لديها عليها، لازم تروح بالاهلي لحته تانية، تقول النادي الاهلي ده اللي لما لعب الهلال حقق كذا،
النادي الاهلي ده يا جماعه هو النادي اللي في اسوأ الظروف لما راح كاس العالم للانديه ومحروم من لعيبته الدوليه قدر يحقق ارقام كبيره جدا. احذروا النادي الاهلي لانه فريق بجينات البطل، احذروا النادي الاهلي لانه فريق كبير، انما تبدا تستدعي كلامك بالسحر والشعوذه وخدوا بالكم ان ده بيحصل كذا كذا وحاجات غريبه. الصوره دي ميدو ما فرقش فيها شخصه، ما فرقش فيها انه يتقال بدل الراجل اللي محترف ولعب في اوروبا وطلع معلق مضحك قبل كده يقول لنا استفيدوا بخبرات ميدو. هي دي خبرات ميدو اللي نستفيد بيها؟ ده اللي انت عايزنا نستفيد بيه؟ يعني انتوا بتتكلموا ازاي؟ ما فرقش معاه شكله، بس فرق معاه اللي اسامه قال لكم عليه، اجندته. ما فرقش معاه شكله وفرق معاه اجندته، لان اي حد في وضع طبيعي حتى لو ما بيحبش النادي الاهلي مش هيروح للحته دي، عشان ما قللش من نفسي وسط الناس اللي قاعده جنبي. وانا للامانه كنت يعني قلت هل اللي بيقوله ميدو ده بيضرب النادي الاهلي قبل مواجهه الاتحاد وربما ده يسعد البعض؟ تواصل معايا والله العظيم اصدقاء كتير جدا من السعوديه وناس كتيره جدا تعمل في المجال الاعلامي، وللامانه انا ما كنتش شفت رد كابتن محمد نور. الناس يا جماعه ردت بكلام محترم عن النادي الاهلي. تخيل انت تطلع الناس تبص لك ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه المستوى ده؟ انت يا كابتن ميدو لما كنت مدرب وبتلعب النادي الاهلي في الدوره الرباعيه لما الدوري كان بيحسم بدوره رباعيه وكان معانا سموحه وكان معانا الزمالك، النادي الاهلي راح يلعبك بالفريق ده، بالفريق ده. طبعا كل الاحترام لكل اللاعبين، ولكن وقتها كان عندك غيابات كبيره جدا، كنت بتلعب بشريف اكرامي، احمد عادل، مسعد عوض، كابتن سعد سمير، محمد نجيب، كابتن احمد فتحي، صبر الرحيل، احمد شديد قناوي، الشبراوي، تريزيجيه، احمد نبيل مانجا، موسى يدان، كريم بامبو، رمضان صبحي، محمد حسن، خط الهجوم عمرو جمال واحمد رؤوف والسيد حمدي. كل الاحترام ليهم. يعني كان عندك غيابات عماد متعب، جده، وليد سليمان، عبد الله السعيد. هو ده الحظ؟ دي الاصابات اللي بتتعمل بحاجات غريبه؟ لا يا كابتن ميدو، واعتقد انت اللي كنت مفترض تبقى فاكره هي رسالتك للاعيبتك، لان هي مش نتيجه السحر، ده نتيجه الهزائم المتتاليه لما كنت بتقول انك كنت بتعالج اللاعبين نفسيا قبل مواجهه الاهلي. اسمعك كنت بتقول ايه. كان برضو ماتش الاهلي في عامل نفسي كبير جدا، مش زي ما انتوا بتلعبوا حاجه. انت لقيت اللعيبه بتخاف في الماتش ده؟ طبعا فعلا، طبعا لعيبه حتى الكبار، لا الكبار لا يعني، بس في لعيبه كانت مش خايفه، حتى فيش جمهور خايفين. هم لو كان الجمهور كان عملوا ايه؟ لعيبه في لعيبه حته ان هي اللعيبه بقى لها 6 7 ماتشات ما بتكسبش النادي الاهلي وهو جوه الملعب، النقطه دي نقطه نفسيه مهمه. حاولت معاهم وما فيش ملعب. حاولت كل حاجه، انا جبت نادي الزمالك على مر التاريخ وهم نازلين الملعب في التسخين. لا والله كلها بجوانكو، بجوان جمال عبد الحميد، بجوان كل حاجه، وان الزمالك قادر ان هو كل حاجه في اوضه اللبس، في اوضه اللبس قبل وهم نازلين التسخين قبلها بدقيقه، لدرجه ان في على الاقل 7 أو 8 لعيبه عيطوا وهم نازلين الملعب. لا والله طبعا اللعيبه الزملكاويه يعني. حلو الكلام ده، كلام صعب، صعب قوي قوي ان انت تقول ان لعيبتك كانت بتعيط وهي نازله الملعب تقابل النادي الاهلي. لعيبتك كنت بتحاول تعالجهم نفسيا قبل مباريات الاهلي لان مش قادرين، حاسين ان الفروقات كبيره جدا، حاسين ان صعب، حاسين ان ده الاهلي، والارقام بتقول كده، والارقام على مدار السنوات الاخيره تحديدا بتقول كده. وربما يا كابتن ميدو انت ما قدرتش تعالجهم نفسيا لان انت جواك مش مصدق. واللي يعزي او يرجع اسباب الهزيمه واسباب الاخفاق امام النادي الاهلي اللي انت قلته ده عمره ما يقدر يعالج لعيبته نفسيا خالص، لان هو جواه مش مصدق. اللي مصدق انه قادر يا كابتن ميدو ما بيطلعش يقول الكلام ده، ما بيطلعش يقوله حتى لا بهزار ولا بجد، بيكون مصدق انه قادر، ولاعيبته بتصدق ان هو كمدرب مصدق، انما انت عمرك ما صدقت. عارف ليه؟ انك شايف النادي الاهلي كملعب مستحيل، فتبدا تفكر في السحر، في الاوهام، في اللي انت قلته. هو الحقيقه اصلا يعني كابتن احمد حسام ميدو لا بيصدق يمين ولا بيصدق شمال، يعني هتلاقي له تصريحات كلها متناقضه على حسب الحاله. ولكن انا هنا عايز احيي طبعا كابتن نادي الاتحاد التاريخي محمد نور اللي تعامل مع كلام ميدو على انه ما يسمعوش خالص، ولا كان الكلام ده اتقال، وبدا يروح لفكره الامور الفنيه في النادي الاهلي. وبرغم ان النادي الاهلي ككواليتي لاعبين وكسكواد كان افضل بكتير
من اتحاد جده، ولكن قدر اتحاد جده يحقق الفوز في بطوله كاس العالم للانديه في 2005، ولا كان ميدو قال اي شيء متعلق بقصه الاصابات او التحصين وما شابه، وده اللي خلى ميدو ياخد خطوه للخلف عشان ما يطلعش يقول انا قلت الاهلي بيعرف يكسب. انت قلت الاهلي بيعرف يكسب، وخدوا بالكم وده فريق بيقدر يحقق البطولات، لما لقيت ان الاستوديو مش على هواك وما مشاش معاك في نفس الاتجاه، فدي نقطه مهمه جدا. لكن انا زي ما بقول لحضراتكم، القصه هي قصه ان ميدو كان بيقول كلام على سبيل الهزار، لا دي اجنده ميدو الواضحه اللي بتظهر في كل وقت. لما كنا بنلعب الهلال السوداني كان ميدو عمل لقاء هو اعلامي وفي قناه رياضيه ومصريه، وكان كلامه اللي هتسمعوه ده مع مدرب الهلال السوداني قبل مواجهة النادي الأهلي. نطلع ونشوف كلام ميدو وأجندة ميدو اللي شغال عليها إعلاميا. Thank you very much and I wish you good luck. I wish you good luck. Thank you very much. Please try to go and beat الأهلي. Please go for it. Okay. Thank you very much. يعني طبعا okay good luck. يعني طبعا في الآخر هزرت معاه قلت له جود لك وحاول ان انت تكسب الاهلي، فشكرني. ده كان كلام خواو موتا المدير الفني للهلال السوداني. عندي حل يريح جميع الاطراف، طالما انت بتهزر في السعوديه وبتهزر مع الهلال السوداني، قدم الكاميرا الخفيه والعب دور الكاميرا الخفيه، مفتقدين الكلام ده في رمضان، واطلع بعد كده اعمل القصه وقول كنا بنهزر معك، شايف الكاميرا اللي هناك دي، نذيع ولا بلاش نذيع؟ ده كلام يا جماعه ما ينفعش يتعمل بالشكل ده في كل موقف ويتقال احنا بنهزر. يعني انا اقول واوجه الرساله واعدي الرساله دي وابدا اخاطب عقل المتلقي، وفي النهايه اقول طبعا هزرت مع مدرب الهلال، وطبعا هزرت في السعوديه، وطبعا بهزر في كل حته. خلاص يا سيدي اشتغل في موسم رمضان الكاميرا الخفيه، احنا كنا بنهزر معاكم، ويبقى الموضوع حتى فيه مصداقيه لقصة الهزار. لكن في كرة القدم أعتقد ميدو أجندته قديمة يا فارس ومش مستحدثة. لا ده في حتة كمان مهمة، بعيدا بقى عن أنه هو بيقول بهزر، الأطراف الأخرى، ما أنا كمدرب للهلال السوداني مش مفترض أفهم أن أنت بتهزر، أنت راجل بتكلمني وبتتمنى لي أن أنا أكسب الفريق اللي أنا هلعبه المصري، وأنت مش في إعلام فئوي حتى ربما تفهم أن أنت في أسباب عندك، أنت راجل في إعلام محايد وبتتمنى للراجل انه يكسب الفريق بتاع بلدك. ده انت بتترجاه، بتقول هل الراجل ده ممكن يفهم باي شكل انك بتهزر؟ خالص، ولا هو مفترض يدخل في فكره انك بتهزر؟ هل الناس اللي في القناه السعوديه مفترض يفهموا ان انت بعد كده هتقول انا بهزر؟ لا، فدي الرسائل. عشان كده الفيديو الجاي مهم. ليه؟ يا جماعه دايما كنت بقول لكم هنا فكره الشخص الذي يتبنى اجنده والشخص اللي بيخطئ بالصدفه. ميدو يتبنى اجنده، لأنه هو لما جه اتكلم في إعلام خارجي وصل صورة إيه؟ أنت بتكسب بالحظ وبيحصل وإصابات وأشياء غريبة وحصان وإقرأ قرآن والكلام ده. طب لما وصل للهلال السوداني حب يوصل للمدرب إن لأ، الناس هنا عايزاك تكسب النادي الأهلي. طب لما حب يتكلم في قنوات بين سبورتس القطرية قيس، قبل ما تقيس نسمع ميدو قال إيه. يعني عندنا مشاكل يا كابتن هشام، لأن إحنا عندنا مشاكل مادية، تمام؟ مشاكل المادية لأن في السنين اللي فاتت كان التمويل التسويقي من الدولة كان يتجه في اتجاه النادي الأهلي فقط. نادي الزمالك كان بياخد حتة قد كده والنادي الأهلي بياخد وده قصة الناس كلها عارفة. لا التسويق في النادي الأهلي كان مبني على قبل الثورة كانت الأمور كلها رايحة. التسويق في النادي الأهلي مبني على بشكل مؤسسي وبعد الثورة. والنادي الوحيد اللي عنده يعني إدارة للماركتينج. أنت موافق على كلام ميدو؟ لا طبعا. بتقول إيه؟ لأنه مؤسسة الأهرام اللي هي كانت بتصرف على كل الأندية، مش أنت قصدك كده؟ ابحث عن وكالة الأهرام للإعلام، مش كده؟ ابحث عن وكالة الأهرام للإعلام، هي اللي كانت النادي الأهلي النادي الاهلي فاز صحيح ببطولات اكتر، نسبه الفان بيز او القاعده الشعبيه من الاهلي والزمالك قد ايه؟ 60 ل 40% خلينا نقول، تمام؟ النادي الاهلي بيعمل عقد ب 160 و 170 مليون جنيه والنادي الزمالك بيعمل عقد ب 30 مليون جنيه. لا بقيمه البطولات هو لا في رولز يا كابتن. ليها يا فندم. في رولز معمول عليها النسب. معلش انا عندي يعني انا عشان اخد 6 بطولات افريقيه العب 3 كاس عالم، عايز تساويني بنادي ما راحش كاس العالم ولا مره؟ يا كابتن ايوه ماشي إيه؟ بتبقى بنسبه برضه. يعني اخي ده كلام اكل عليه الدهر وشر. بس سيبك بقى من الكلام اللي مردود عليه اللي بيقول لك ابحث عن وكاله الاهرام للاعلان اللي هي التابوهات. لا يا سيدي، منذ سنوات انتهت قصه وكاله الاهرام للاعلان في رعايتها للنادي الاهلي، وانت لسه بتتكلم في الرعايه.
اي حاجه. القصه هنقول الاهرام، هنقول الاخبار، هنقول الشركه الراعيه دلوقتي. الفكره ان انا بتظلم وخلاص. فكره ان انت لما تمردت على وكاله الاهرام للاعلان، جه الراجل اللي كان رئيس نادي الزمالك، الرجل الذي كان يعمل في مؤسسه الاهرام كرجل له تاريخ فيها، الاستاذ مرسي عطله، قال لك انت قراراتك غير مدروسه، رفضت وكاله الاهرام ورحت ما خدتش، بدل ما كنت بتاخد 25 مليون جنيه رحت خدت 4 مليون جنيه وقابلت بيهم، نتيجه ان انت ما كانش عندك قدر. بس سيبك بقى من الكلام اللي مردود عليه، وانا بشوف ان الحمد لله بقى اي اهلاوي يقدر يطلع يرد على هذا الكذب والادعاء، ولكن الاهم الصوره الخارجيه اللي في كل مره بيحاول يوصلها ميدو عن النادي الاهلي. هي دي، في كل مره هتلاقي عنده فرصه يتكلم بره هيتكلم عليك بالشكل اللي انت سمعته ده. هو ده ميدو، ودي اجنده ميدو اللي طلع. حتى عشان اقول لك هو مش بيصدق لا يمين ولا شمال، طلع في لقاء شهير جدا كان مستضيف فيه الكابتن ابراهيم حسن، وطلع قال لك ايه، انا عاوز بقى من دلوقتي نبدا نفكر اننا نسقط نظريه المؤامره عن جماهير نادي الزمالك وعن مسؤولي نادي الزمالك. فكابتن ابراهيم حسن قال له والله يا ميدو انا بحييك، انت اول حد زملكاوي متربي في نادي الزمالك يطلع يقول الكلام ده. انت عارف طبعا كابتن ابراهيم حسن كان في النادي الاهلي، فقال له ده حقيقي، حتى لو بتتعرض لظلم تجاهل الظلم ده. ميدو في وقت هتلاقيه بيصدر لك الحاجه، وفي وقت اخر بيصدر لك عكسها. ليه؟ لان هو خاضع لفكره الاجنده دلوقتي تخدم ايه. كلمه اجنده ممكن البعض يستوعبها بشكل كبير جدا، لكن دي حقيقه ميدو بالمناسبه اللي هو بنفسه اعترف بيها. وعشان تفهموا القصه باختصار شديد جدا، تعالوا نسمع اعتراف ميدو نفسه ان هو اصلا اجنده. نشوف الفيديو. اول حاجه لما انا اتكلمت على موضوع من شرقي ان هو كان عنده وجه لنادي الزمالك انذار بفسخ التعاقد، انا قلت الكلام ده في برنامجي بالاتفاق مع مجلس الاداره في نادي الزمالك. كان في اتفاق مع مجلس اداره نادي الزمالك، زي ما انا يعني انا كنت بعمل كده بالاتفاق مع مصلحه مع مجلس اداره الزمالك لمصلحه الزمالك. يعني ايه؟ يعني النهارده لما يجي لعيب بيعمل حاجه في الدره ومحدش عارف حاجه عنها، ومجلس اداره الزمالك يستغلني كتول اعلاميه لنادي الزمالك في ان انا اطلع الكلام ده للضوء، فالراجل ده يسحب الانذار والوكيل بتاعه يكلم مجلس الاداره ويكلمني ويقول كش مالك انا هسحب الانذار، يبقى انا كده اشتغلت لمصلحه الزمالك ولا ضد الزمالك؟ بياخد اجراءات قانونيه ضدك عن طريق المحامي ان هو يفسخ العقد، وانا راجل بطلعه بالاتفاق مع مجلس الاداره ان انا راجل بطلعه على المسرح عشان يسحب الانذار ده. في حاجات كتير ما ينفعش ان احنا نقولها للجمهور، لكن حتى في وقت المستشار مرتضى منصور كان في حاجات بنعملها علشان نحط ضغوط معينه على اللعيبه ان هي ترجع في قرارات هي بتاخدها. انا طلعت مثلا في البرنامج قلت ان اوباما مش عايز يجدد عقده وان هو بيتشرط على نادي الزمالك، صح؟ في وقت من الاوقات قلت الكلام ده بناء على اتفاق ما بيني وما بين رئيس مجلس اداره نادي الزمالك عشان احط ضغط على الولد ان هو يجدد. في حاجات الناس مش فاهماها ما اقدرش انا اقولها. ده كلام عنب جدا اللي بيقوله كابتن احمد حسام ميدو. الحقيقه احنا كنا بنقول ان كابتن احمد حسام ميدو عنده اجنده، حاليا هو نزل درجه كمان عن فكره ان هو عنده اجنده. لا، ده هو بنفسه بيعترف ان هو كان اداه في ايد مجلس اداره نادي الزمالك عشان يحقق مصلحه نادي الزمالك في قناه محايده. يعني ايه؟ خلينا نتكلم اعلاميا كده بشكل بسيط جدا، لان مصطلح اللجان الالكترونيه اللي في بق الكابتن احمد حسام ميدو تقريبا هو بياكده عن نفسه. ليه؟ لان ما ينفعش حد شغال في قناه فئويه زي قناه نادي الزمالك وبينفذ سياسات مجلس اداره نادي الزمالك اطلع اتهمه ان هو عنده اجنده او ان هو لجان، لان هو طبيعي جدا المفترض ان هو موجود في القناه الفئويه دي عشان يخدم على مصلحه الفرقه اللي هو منتمي ليها. زينا هنا كده في النادي الاهلي انا والراجل ده واي اعلامي في قناه النادي الاهلي هدفه مصلحته معلنة. النادي الاهلي أجندة معلنة. اسمها اجنده معلنة. فبالتالي لا تقدر تطلق عليا مصطلح ان انا عندي اجنده خفيه، ولا تقدر تطلق عليا مصطلح او على اللي موجود في قناه نادي الزمالك ان هم لجان الكترونيه. لكن لما تكون انت شغال في قناه محايده وبتبدا تضغط على لاعبي فريق معين بالاتفاق مع مجلس اداره نادي معين وبتقول ان هم بيستغلوني كاداه،
انت هنا بدات تنزل من مرحله الشخص الاعلامي اللي عنده اجنده ممكن ينفذها الى لجنه خفيه، لجنه الكترونيه بتستغل مساحه شاشه المفترض انها تكون محايده، وبيسمح باستغلاله من مجلس الاداره في الضغط على بعض اللاعبين. القصه باختصار شديد ان انت وانت بتقول للاعب كش ملك، احنا اللي بنقول لك كش ملك، الموضوع منتهي، حاول تبدا تدور على حجه اخرى لجماهير النادي الاهلي المحترمه اللي بتنتقدك غير كلمه لجان الكترونيه، لان انت الان في وضعك الاعلامي لا ترتقي لاقل مشجع اهلاوي بيكتب رايه على وسائل التواصل الاجتماعي وباعترافك. لان اللي بيكتب رايه او بيقول رايه هو ده رايه المعلن، هو ليس بمجهل، هو شخص واضح معلوم للجميع بيقول رايه وفقا لقناعاته ووفقا لوجوده الفئوي او انتمائه الفئوي. انما اللي عكس ده ان انت تكون بتقدم نفسك كمحايد وتعمل شغل داون تيبل، تعمل فيه شغل تاني خالص، او تتآمر على لاعب او تكون تول. وعلى فكره كلمه ان انت تكون تول او تكون اداه دي كلمه تنتقص قوي من اللي بيقولها، تنتقص قوي من اللي بيقولها. شوف احنا هنا داخل قناه النادي الاهلي نقول لك ان طبيعي ان احنا بنخدم مصالح النادي الاهلي، لكن عمرنا ما قلنا على نفسنا ادوات ولا نقبل. طبعا لان انت بتحترم نفسك والنادي الاهلي بيحترمك، والنادي الاهلي بيحترمك ولديه قواعد، انت مش اداه، انت رجل هناك سياسه عامه. لكن ان انا اقول لما انا اكون اداه بيستخدمها النادي بيستغلها النادي وحش قوي. استغلال، اصل الاستغلال ده هو لو قبله على نفسه اصعب. ما انا بقول لك يعني الاستغلال اصعب، يعني الاستغلال ده وقبله على نفسه يعني. فطبعا كلام عينك بقوله وهو استغلهم برضه. ولكن بقى تعالوا يا جماعه يعني اختم معاكم بحاجة مهمة جدا، هل ده معياره دايما في نشر الصورة الخارجية لما النادي الأهلي بيكون عنده مباراة أو عنده بطولة في كاس عام للأندية أو عنده بطولة خارجية أو عنده شيء يستحق الدعم؟ بنشوف دي تصرفاته وده اللي بيروجه. طيب لما نشوف بقى اللي بيخدم على مصالح الزمالك وبيقول الزمالك بيستغلني، تعالوا نشوف، أو بيستخدمني، تعالوا نشوف هو بيقول إيه لما الزمالك بيكون عنده مباريات إفريقية أو مباريات خارجية. أنا بتعهد أن أنا هنا في برنامجي في أوضة اللبس مش هجيب سيرة المشاكل دي خالص، لا بالإيجاب ولا بالسلب ولا إيه اللي حصل ولا أي حاجة، إلا لو كان في حاجة إيجابية، يعني حاجة تكون إيجابية لصالح الفريق. كل كلامي هنا هيبقى عن فرقة الزمالك، الإصابات، حال الفريق، الاستعدادات بتاعت الفريق، لأن أنا شايف أن ده دوري، دوري كزملكاوي ودوري كاعلامي، ان انا احاول ان انا ما اتعرضش في البرنامج بتاعي الى المشاكل والحديث عن المشاكل الموجوده بره الملعب لمصلحه الزمالك. وانا مؤمن يا جمال ان ده لمصلحه الزمالك. ومن النهارده انا كل الحاجات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتي الخاصه بتاعتي، مش بتاعت طبعا اوضه اللبس، انا هغير صوره البروفايل بتاعتي ان هي هتبقى شعار الزمالك ومكتوب تحتيه الزمالك اولا. الفقره دي باللي انتوا سمعتوه بالتناقض في التعامل مع الاهلي خارجيا والتعامل مع الزمالك خارجيا، في اتهام الناس ثم اجي اقول ان انا كنت اداه يستغلها نادي الزمالك، في التعامل بدايما نشر صورتك السلبيه في وكاله اهرام، في اصل سحر، اصل كذا، في اصل كسب لنا الاهلي في كل الملفات الخارجيه. انا بقول دي فقرة من الفقرات اللي احنا بنفخر بيها في الأهلي خط أحمر، مش عشان ميدو، احنا عمرنا ما كان أي حد مقامه كبير من رؤساء أندية لحد أي حد بسيط، عمرنا ما كان عندنا مشكلة شخصية مع حد. احنا طول الوقت بنتكلم في ان احنا هدفنا هنا نخليك وانت قاعد بتتفرج تشوف الجزء اللي مش مكشوف، الجزء اللي ورا الستارة، الجزء اللي حد بيحاول يتلاعب بيك ويضللك وهو بيقوله. وده دايما دور خط احمر ان محدش يعرف يتلاعب بيك عشان النادي الاهلي خط احمر. اعتقد كنا معاكم في حلقه احنا بنرد يا فارس تكمله الاستكمال لكلامتك، احنا بنرد دايما وبنقولها دايما، بنرد من قيمه النادي الاهلي لا من قيمه من يتناول النادي الاهلي مع كامل احترامنا للاخرين، لكن دائما وابدا يا فارس هنا ردنا خلى نفس المعنى طبعا دي رساله مشتركه اكيد طبعا من اليوم الاول احنا كنا بناكد عليها، ويظل النادي الأهلي خط أحمر، ونتمنى إن شاء الله إن النادي الأهلي دايما يرد جوه الملعب، لأن صدقوني النادي الأهلي يا جماعة وجمهوره الملعب اللي بيخرس وبيسكت الجميع وبيمنع أي حد إنه يقدر يضللك أو يقدر ينشر أجندته.
نشوفكم الحلقه الجايه، ويظل النادي الاهلي خط احمر.